بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. وهذه التغطية الخاصة لكواليس سفر بعثة فريق النادي الأهلي إلى أبو ظبي لخوض منافسات كأس العالم للأندية، رقم قياسي جديد بالتأكيد. النادي الأهلي من خلال مشاركته في هذه البطولة بإذن الله هتكون المشاركة رقم 7 في هذا الحدث الدولي الكبير اللي بتستضيفه الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 3 إلى 12 من شهر فبراير القادم. أولى مباريات النادي الأهلي هتكون يوم السبت القادم الموافق 5 فبراير الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة في مواجهة مونتري المكسيكي. بالطبع ظروف صعبة وتوقيت صعب جدا، وفي كواليس مهمة جدا بخصوص هذه البطولة وما حدث خلال آخر شهرين ثلاثة من تضارب المواعيد وأزمة تحديد المواعيد ما بين الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي، وبالتأكيد النادي الأهلي أكثر المتضررين من هذا الموقف، خاصة بعد استبعاد عدد كبير جدا من اللاعبين الدوليين على الأقل في المباراة الأولى أمام مونتري المكسيكي. ولكن قبل كل ده وقبل الدخول في كل هذه التفاصيل لازم نبدأ بكلمة مهمة جدا، كلمة لصالح منتخبنا الوطني، منتخب مصر اللي قدر يفرض اسمه ونفسه من جديد على الساحة الإفريقية. والكل عارف مصر لما بتشارك في محفل دولي أو محفل قاري زي كأس الأمم الإفريقية لازم تعمل للفراعنة ألف حساب. مصر امبارح قدام المغرب عملت مباراة على أعلى مستوى. سيبكم بقى من العقدة والأرقام التاريخية والإحصائيات، كل ده بيتحط على جنب. في الملعب في التسعين دقيقة 11 راجل في الملعب امبارح، الكل بلا استثناء لعيبة جهاز فني، الجمهور اللي سافر بعدد كبير جدا من القاهرة إلى العاصمة الكاميرونية ويندي، الكل كان بيشجع منتخبنا الوطني. المنتخب امبارح عمل مباراة على أعلى مستوى، كل الترشيحات كانت رايحة في إطار أن المغرب بالتأكيد هتتأهل إلى مرحلة الدور نصف النهائي، ولكن الفراعنة أبناء النيل كان ليهم رأي تاني. رأيهم على فكرة كان موجود من أول دقيقة، رغم من التقدم في المباراة كان لصالح المنتخب المغربي بهدف مقابل لا شيء، قصر ركلة جزاء وعرقلة من أيمن أشرف لأشرف حكيمي، لكن منتخب مصر كان في الموعد. احنا بنتكلم على 120 دقيقة فيها سيطرة وفاعلية وفرص عديدة جدا لصالح منتخبنا الوطني. البداية ما كانتش موفقة، والكل كان متوقع أن البداية دي مش هيبقى فيه نتائج ملموسة أو نتائج إيجابية في بطولة الكان في الكاميرون، لكن بعد مباراة نيجيريا ابتدينا نشوف المستوى واحدة واحدة، المنتخب بيبدأ يدخل في غمار منافسات البطولة. وكل الصحفيين اللي موجودين في الكاميرون قالوا منتخب مصر وصل الكاميرون بجد بعد ما هزم الأفيال، بعد ما انتصرنا على كوت ديفوار على ملعب جابوما بركلات الجزاء الترجيحية والتأهل للدور ربع النهائي. الكل قال لك بس منتخب مصر وصل للبطولة، وطالما الفراعنة وصلوا لأمم إفريقيا هيكونوا بالتأكيد إن شاء الله المرشح الأول. عندنا مباراة لسه يوم الخميس القادم على ملعب أولمبي، الملعب اللي بالتأكيد هيتم إعادته من جديد في العاصمة الكاميرونية ياوندي في مواجهة صاحب الأرض وصاحب الاستضافة فريق الكاميرون. مباراة صعبة جدا، والمباراة دي فيها كواليس كتيرة ممكن تتقال، ما بين قلق في نتائج مساحات كورونا، ما بين قلق تحكيمي خاصة بعد الأخطاء التحكيمية اللي كانت امبارح غير مبررة من الحكم السنغالي ماجيتي نداي. لكن مباراة الكاميرون إن شاء الله هي هتكون خطوة للوصول للمباراة النهائية، وخطوة لإسعاد الشعب المصري بإذن الله. مصر إن شاء الله كانت لعبة الكاميرون عام 2017 وكان في نهائي كأس أمم إفريقيا، بالتأكيد المرة دي فرصة طيبة للجيل ده إنه يقدر يكسب منتخب الكاميرون على أرضه ووسط جمهوره وأمام كل وسائل الإعلام، عشان نثبت إن اللي حصل في 2017 كان سوء حظ بسبب غيابات كتيرة واجهها وقتها منتخبنا الوطني بقيادة هيكتور كوبر. لكن المباراة القادمة إن شاء الله في إصابات برضو وفي غيابات، لكن تشعر كده إن في تحدي عند اللعيبة، تشعر كده إن الجهاز كله واقف على قلب رجل واحد. امبارح إحنا بنتفرج على ماتش المغرب، كارلوس كيروش، ريجور دي سي، وائل جمعة، محمد شوقي، وضياء السيد، الجهاز كله بلا استثناء كان في حالة حماس، كان في حالة جدية، كان في حالة إصرار إن الكل عايز يعمل حاجة عشان يفرح الشعب المصري. امبارح كانت الفرحة، بس خدوا بالكم فرحة لسه مش مكتملة، لأن الفرحة الكبيرة إن شاء الله بإذن الله لما نوصل لنهائي كأس الأمم يوم 6 فبراير يوم الأحد القادم،
ونكون على منصة التتويج ونفوز بالبطولة التامنة إن شاء الله. الكل عارف أن البطولة الإفريقية كأس الأمم دائما وأبدا مصر هي صاحبة الرصيد الأعلى. امبارح مصر كانت بتواجه المغرب معاها لعيبة بتلعب واتفورد الإنجليزي، باريس سان جيرمان، الكامار الهولندي، إشبيلية الأسباني، لعيبة بتلعب في أكبر الأندية الأوروبية. لكن امبارح كلنا بلا استثناء شفنا قيمة محمد صلاح والروح اللي عند محمد صلاح، وده الفرق اللي احنا كنا بنتكلم عليه من أول البطولة. عايزين نحس إن احنا عندنا فعلا مهاجم ليفربول الإنجليزي مع منتخبنا الوطني الكل بيعمل له ألف حساب، وده ظهر امبارح. وأنا بعتقد إن البطولة دي هي بداية قيادة محمد صلاح لمنتخبنا الوطني خلال السنوات القادمة. خد خبرات، استفاد بشكل كبير جدا في احترافه في الدوري الإنجليزي وتألقه مع ليفربول على مدار 4 سنوات، وده ظهر بشكل كبير جدا في مباراة امبارح، وأيضا كمان مباراة كوت ديفوار كان قائد بمعنى الكلمة، قائد يستحق إنه يحمل شارة الكابتن. اللي بنشوفه قدامنا على الشاشة واللي بنعرفه من الكواليس بنقوله للناس، لو في حاجة احنا شايفينها غلط بننتقد، لو في حاجة شايفينها كويس بنتكلم عنها وبنديها حقها. امبارح محمد صلاح لازم الكل يرفع له القبعة على القيادة الحكيمة داخل الملعب وخارج الملعب أيضا مع عدد من اللاعبين ومع الجهاز الفني. شفنا حتى كارلوس كيروش بيتكلم دايما معاه، دايما بيستشيره كابتن الفريق. ده بيحصل في أوروبا على فكرة، وده بيحصل مع أكبر نجوم الكرة في العالم اللي بيشاركوا مع منتخباتهم. محمد صلاح لا ينقصه سوى تحقيق لقب قاري مع منتخب مصر. بإذن الله تكون هذه البطولة للمنتخب بشكل عام وللشعب المصري بإذن الله كمان الفترة الجاية، عشان تبقى روح جديدة وانتصار جديد نبدأ من خلاله عشان نخطط الفترة الجاية، خاصة أن بعد أقل من شهرين عندنا مرحلة الدور الفاصل في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم. الروح والعزيمة دي نتمنى يا رب بإذن الله تكون ليها تأثير إيجابي على مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية. كلنا شايفين الظروف الصعبة اللي بيواجهها الأهلي في خلال الاستعداد لهذه البطولة، بنتكلم على ما يقرب من حوالي 6 لاعبين بيشاركوا مع منتخبنا الوطني، ما بين محمد الشناوي رغم إصابته لكن موجود مع المنتخب في الكاميرون، أيمن أشرف، محمد عبد المنعم اللي تم إنهاء الإعارة وعودته من جديد لصفوف النادي الأهلي، أصبح رسمياً داخل صفوف الأهلي وموجود في القائمة المحلية والإفريقية، وخلال الساعات القادمة أيضا كمان هيكون في قائمة كأس العالم للأندية على أمل اللحاق بعد ختام المشوار مع المنتخب يوم 6 فبراير. فبنتكلم في الشناوي، أيمن أشرف، محمد عبد المنعم، عمرو السولية، حمدي فتحي، ومحمد شريف. كمان بدر بنون للأسف مش هيكون موجود مع الأهلي بسبب طبعا مضاعفات كورونا وإصابته وغيابه عن مشاركته مع المنتخب المغربي، وبالتالي لن يلحق في مباريات كأس العالم للأندية. أضف إلى ذلك كمان للأسف إصابة أكرم توفيق، وفي إصابات بقى حصلت كمان هنا مع النادي الأهلي في الفترة السابقة في مباريات كأس الرابطة أو حتى في التدريبات، محمد محمود وحسام حسن وبيرسي تاو، ويعني أكتر من لاعب بنتكلم، وأحمد نبيل كوكا كمان مضاعفات كورونا. يعني إحنا بنتكلم ما يقرب من 14 لاعب داخل صفوف الأهلي ضمن القائمة الأساسية بنسبة كبيرة جدا أو بنسبة مؤكدة 100% لن يشاركوا على الأقل في مباراة مونتيري المكسيكي. بالمناسبة إن شاء الله ربنا يكرمنا ويوفقنا في هذه المباراة، إذا تأهلنا لمرحلة الدور نصف النهائي هنواجه بالميراس يوم 8. المنتخب عنده مباراة أخيرة يوم 6، نتمنى يا رب يكون الفاينل ما يكونش تالت ورابع، فالفارق الزمني ما بين الفاينل مع مباراة بالميراس يا رب إذا تأهلنا للدور نصف النهائي بنتكلم في 48 ساعة. هل ممكن يلحقوا؟ ده للأسف بقى نتيجة ارتباك المواعيد والتخبط اللي كان موجود ما بين الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي، وده يرجعنا من جديد لنقطه الصفر اللي احنا كنا بنتكلم فيها من تاني او بنتكلم فيها قبل كده من حوالي شهرين. ليس كل ما يعرف يقال، واحنا في المكان ده اكدنا ان التصريحات دي والكلام ده غير مؤكد بنسبه 100%، رغم ان وقتها المهندس احمد مجاهد رئيس اللجنه الثلاثيه اللي كانت بتدير الاتحاد طلع قال الكلام ده على مسؤوليته ووضح للناس يبدو ان عنده معلومات محدش يعرفها، بل كمان ذهب إلى مرحلة إن ما ينفعش أقول الكلام ده عشان الموضوع ما يبص، لكن هو كان عنده معلومات غير صحيحة أو سمع معلومات ما كانش متأكد منها، أو اللي قال له المعلومات دي ما كانش عارف الكواليس اللي موجودة في دهاليز الكاف مع الفيفا. كأس الأمم اتلعبت، كأس العالم للأندية في ميعاده، وأنا قلت الكلام ده أكتر من مرة، قلت كأس العالم للأندية مش هيتأجل ومش هيتغير ومش هيترحل لسبب بسيط. ارجعوا للتاريخ، عمر الاتحاد الدولي خاصة في العهد الحالي مع جياني إنفانتينو يأخر بطولة أو يأجل بطولة ساعة واحدة عشان مشكلة في قارة إفريقيا، استحالة
الفيفا هيأجل عشان مسابقة قارية في الاتحاد الإفريقي؟ إزاي؟ إذا كان الاتحاد الدولي نفسه كان عايز يأجل كأس الأمم الإفريقية، الاتحاد الدولي نفسه كان هو اللي عايز يغير ميعاد كأس أمم إفريقيا، هل المهندس أحمد مجاد وقتها هو اللي كان مستوعب فكرة إن الاتحاد الدولي هيجبر الكاميرون والاتحاد الإفريقي إنه يغيروا ميعاد البطولة؟ ما هو ليس كل ما يعرف يقال ملهاش غير تفسير زي ده، لكن هل ده دليل مادي تقدر تمسكه أنت كمسؤول عشان تقوله تصريح والناس تشتغل عليه والناس تبني قايمة وتبدأ تحضر البطولة بعد شهر بناء على هذا الكلام؟ لا طبعا، لأن هو لما قال الكلام ده هو ما كانش يعرف إيه اللي بيحصل. هو قال في إطار ما تقلقوش إحنا عارفين اللي بيحصل وما تقلقوش هتلعبوا بكام نجومكم. ده خدوا بالكم كمان، لو كانت تونس كسبت بوركينا فاسو وكملت ما كانش علي معلول مع قايمة الأهلي في كأس العالم، ما كانش علي معلول يجي من الكاميرون على أبو ظبي دايركت حتى ما ينزلش تونس أو يلحق الفريق النهاردة في القاهرة. لولا خروج مالي ما كانش أليو ديانج لحق كمان مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية. يعني احنا بنتكلم كان من المتوقع إن الأهلي يفقد كل تشكيلته الأساسية لولا خروج تونس ومالي، لولا عودة أليو ديانج وعلي معلول، وكمان لسه هتشوفهم بقى كمان مدى جاهزيتهم الفترة الجاية بعد مشاركة قوية في كأس الأمم الإفريقية. فبالتالي كان تصريح كلنا بنعتبره، مش أنا بس على المستوى الشخصي، هو أسوأ تصريح في هذا العام 2022، لأنه تصريح غير مسؤول، تصريح لم يكن يدرك ما هي الأمور التي تدار في الكواليس. إحنا كصحفيين أو كإعلاميين كنا عارفين اللي بيدور في الكواليس، لأن بادئ ذا بدء كده وأنت بتتكلم على مشاركة بطولة كبيرة زي كأس عالم أندية، لما التذاكر تطرح هل كده في تأجيل؟ استحالة في تأجيل. لما يحضر ميعاد البطولة دي بعد التنسيق مع الاتحاد الأوروبي ورابطة الدوري الإنجليزي، هل ممكن يغير ويعيد من تاني؟ لا مش هيغير ويعيد من تاني. في مقدمات احنا كإعلاميين عارفينها وشايفينها، وقدر الإمكان بنحاول نروح للمسؤولين والمصادر ونسألهم. كان عندنا معلومات أكتر من رئيس اللجنة الثلاثية، وكان عندنا تأكيدات أكتر من رئيس اللجنة الثلاثية، لكن للأسف أصبحت مشاركة الأهلي في هذه البطولة بدون الفريق الأساسي، بدون ما يقرب من حوالي 9 من التشكيلة الأساسية، حتى تكد البدلاء اللي كنت ممكن تستعين بيها للأسف في غيابات مؤثرة. يعني انت ما عندكش في خط الدفاع غير ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، محمد مغربي امكانيه لحاقه بالبطوله غير مؤكده خاصه في ظل ايجابيه مسحه كورونا حسب الانباء اللي وردت بالامس، مع ايضا مصطفى شوبير واكتر من لاعب. احنا في انتظار قائمه الاهلي كمان اللي هتعلن ان شاء الله استعدادا للصفه، لان خلاص الطياره النهارده البعثه هتتوجه حوالي الساعه 4:10 الى ابو ظبي استعدادا بقى لخوض غمار منافسات كاس العالم للانديه. للاسف على مدار شهرين ثلاثه كان في كلام كتير جدا، والاستعدادات للبطولة دي على الأقل من الاتحاد المصري، مش هقول الاتحاد الإفريقي، من الاتحاد المصري نفسه، لأن صوت الأهلي لما يوصل للكاف أو للفيفا بيسأل من خلال أو بيوصل من خلال الاتحاد المصري لكرة القدم. وقتها للأسف اللجنة الثلاثية وتصريحات رئيس اللجنة الثلاثية قلت لكم عليها وشرحتها واتكلمت دلوقتي وقلت لكم المعلومات اللي كانت موجودة وقتها، هل تسمح ولا ما تسمحش؟ وأنا كنت متأكد والكل كان متأكد إن هي مش هتسمح، لكن للأسف كانت تصريحات لتهدئة الرأي العام، وهو نفسه لغاية اللحظة دي ما طلعش حتى يبدي اعتذار عن تصريحاته أو يبدي مثلا يعني اعتذاره عن كلام كان قاله، ممكن تكون معلومات جات له مش سليمة، فحتى على الأقل يعتذر للمسؤولين أو يعتذر للجمهور عن كلام قاله وقتها كان غير صحيح. عموما الأهلي بيستعد للسفر، القايمة النهائية والقايمة الرسمية اللي هيشارك فيها الأهلي أو اللي هيشارك بها الأهلي في كأس العالم للأندية آخر ميعاد لتسجيلها يوم 3 فبراير، يعني بنتكلم يوم الخميس الجاي، احنا النهارده الاثنين، يوم الخميس ان شاء الله النادي الاهلي هيرسل ال 23 لاعب اللي هيسجلوا بشكل رسمي في البطوله. الاهلي هيسافر بنسبه كبيره جدا ما يقرب من 28 الى 30 لاعب ان شاء الله بعد لحظات الى ابو ظبي، لكن يوم الخميس لازم تسجل قبل منتصف الليل ال 23 لاعب اللي هيشاركوا في مباراه مونتري، وده كان اخر تعديل اجراه الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا بعد طبعا الفترة السابقة لما كان في تضارب في المواعيد. الفيفا ما قدرش يغير أي شيء إلا إنه يأجل لك بس تسجيل ميعاد القائمة النهائية، رغم إن كان التسجيل المبدئي 24 يناير، لكن هو شاف خلاص بعد التسجيل المبدئي مش هيبقى في وقت مسموح للفرق، خاصة كمان إن مونتري المكسيكي بيواجه نفس الأزمة، وإن كان المباراة الأخيرة لمنتخب المكسيك واللاعيبة المحترفين في مونتري هيلحقوا بالفريق اللي وصل بالأمس، مونتري وصل بالأمس والنادي الاهلي النهارده هيصل بالليل، وهيكون الاستعداد بقى للبطوله واولى المباريات ان شاء الله يوم السبت القادم. بنسبه مؤكده كمان الاجراءات اللي تم اتخاذها في كاس العالم في الدوحه مش هتحصل في ابو ظبي،
فكرة البابلز والإجراءات الاحترازية الخاصة بالكورونا مش هتبقى مؤكدة بنسبة يعني 100%. الوضع اختلف شوية مع وجود التطعيمات، مع وجود طبعا بعض العلاجات والبروتوكول الخاص بالكورونا، فالأمر اختلف عن البطولة السابقة في الدوحة. قدامنا هو على الشاشة دي بعض الكواليس واللقطات الحصرية على شاشة قناة الأهلي من الإجراءات الإدارية الخاصة بسفر بعثة النادي الأهلي إلى أبو ظبي استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية. كل مرة واحنا بنستعد للسفر إلى كأس العالم بتبقى في أجواء كده الناس اتعودت تشوفها، لكن المرة دي نتيجة طبعا الظروف اللي حصلت من تخبط إداري في الاتحاد، من تخبط ما بين الكاف والفيفا، فأنت في النهاية بتحاول تكون قائمة على قد ما تقدر عشان تشارك في كأس العالم للأندية. قدامنا هي الباسبورات وكل الإجراءات الإدارية. طبعا كان في ورش عمل واجتماعات على مدار الفترة اللي فاتت على أعلى مستوى، واجتماعات شبه يومية، لدرجة حتى بالأمس كان في اجتماع للكابتن محمود الخطيب مع أفراد البعثة الإدارية لأبو ظبي للمشاركة في مونديال الأندية. هنبقى معاكم النهاردة صوت وصورة لحظة بلحظة مع بعثة النادي الأهلي من أول ما يتوجهوا بالطائرة حوالي الساعة 4:10 بتوقيت القاهرة، وعلى مدار اليوم النهاردة وفي كل البرامج على الهواء مباشرة هتتابعوا وصول بعثة النادي الأهلي إلى أبو ظبي، وتغطية مستمرة بدءا من اليوم وحتى يا رب إن شاء الله يكون آخر يوم بإذن الله مشاركة الأهلي يوم 12 فبراير موعد نهائي كأس العالم للأندية. الأهلي حقق البرونزية في البطولة السابقة في الدوحة، وإن شاء الله المرة الثالثة أو المرة يعني السابعة اللي جاية دي يكون في ميدالية، أتمنى يا رب تكون ميدالية جديدة ما تكونش برونزية، يا إما بقى فضية أو ذهبية. الظروف صعبة الإمكانيات والظروف اللي أتيحت للأهلي عشان يقدر يستعيد للبطولة طبعا ما كانتش أفضل شيء في الفترة السابقة، لكن قدر الإمكان عندنا ثقة في اللعيبة إن هي هتلعب برجولة وهتقدم إن شاء الله مباريات جيدة، والكل قدر الإمكان هيكون على قدر الحدث والمستوى ويقدموا مباريات كبيرة بإذن الله. جدول مباريات البطولة زي ما أنتم عارفين، البطولة هتبدأ إن شاء الله يوم 3 فبراير، وأولى المباريات فريق الجزيرة الإماراتي هيلعب مع فريق تاهيتي. بطل تاهيتي بريسيتا هو بطل تاهيتي هذا الفريق، يمكن تأهل لهذه البطولة نظرا لاعتذار أوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا، نظرا طبعا لعدم تمكنه من السفر للمشاركة في هذه البطولة للعام الثاني على التوالي بسبب إجراءات كورونا وإجراءات الحجر الصحي. هذه المباراة هي ضربة البداية يوم 3 فبراير. طيب المباراة الثانية وهتبقى هي مباراة النادي الأهلي أمام مونتريال المكسيكي، هتتلعب على استاد النهيان وده ملعب نادي الوحدة الإماراتي يوم السبت 5 فبراير الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة. ملعب النهيان في نادي الوحدة يمكن لا يسع أكثر من حوالي 15,000 متفرج، لكن كلنا عارفين إن تذاكر هذه المباراة نفذت بالكامل، وإن شاء الله جمهور الأهلي هيصنع الحدث في مونديال الأندية. في اليوم الثاني يوم الأحد 6 فبراير الساعة 6:30 أيضا بتوقيت القاهرة، الهلال السعودي هيلاعب الفائز من مباراة الجزيرة الإماراتي مع تاهيتي بطل تاهيتي. هذه المباراة تتلعب على استاد محمد بن زايد وده ملعب نادي الجزيرة اللي سبق الأهلي لعب عليه مباراة السوبر سواء مع المصري أو مع نادي الزمالك. دي المباراة هتتلعب يوم الأحد. بالميراس بطل كوبا أمريكا هيتأهل إن شاء الله وينتظر الفائز ما بين الأهلي ومونتيري يوم الثلاثاء القادم في مباراة نصف النهائي. طيب لا قدر الله إذا الأهلي خسر من مونتيري المكسيكي يوم السبت 5 فبراير هيلعب مباراة تحديد المركز الخامس والسادس يوم الأربعاء 9 فبراير، وهذه المباراة هتتلعب في حدود حوالي الساعة 3:30 بتوقيت القاهرة. طيب نصف النهائي تشيلسي الإنجليزي هيبدأ مبارياته أيضا يوم الأربعاء 9 فبراير، وينتظر الفائز ما بين الهلال السعودي مع الجزيرة الإماراتي أو بطل تاهيتي. نصف النهائي ده خلاص كده حددنا يوم 9 فبراير، لكن المباراة النهائية وتحديد المركز الثالث الاثنين هيتلعبوا في يوم واحد يوم 12 فبراير. ده بالنسبة لجدول مباريات البطولة. إذا الأهلي عنده مباراة يوم السبت 5 فبراير، وإذا كسب هيلعب يوم الثلاث 8 فبراير. نتمنى يا رب تكون مشاركة موفقة إن شاء الله للنادي الأهلي، ولا قدر الله إذا خسر هيلعب بقى يوم 9. لكن فكرة إن احنا نكسب واللاعب بالميراس يوم 8، أنا مش عارف ساعتها حتى موقف الدوليين إيه اللي هيشاركوا يعني مع منتخبنا يوم 6. هل هيقدروا يسافروا من يوم 6 في الكاميرون إلى أبو ظبي في يوم 7 ويخشوا معسكر ويلعبوا 8؟ مش عارف الحسبة دي بصراحة، يعني أنا مش عارف الفيفا أو الكاف إزاي حطنا في هذا الموقف. عمره ما حصل قبل كده إن يكون في بطولتين موجودين في الأجندة الدولية بيتلعبوا في توقيت واحد. دي جزئية. الجزئية التانية حسب ما علمت إن الكابتن سعد عبد الحفيظ والجهاز الفني يعني قدر الإمكان هيحاول يسجل
اللعيبه اللي بتشارك مع منتخبنا الوطني على الاقل 4-5 لعيبه، على امل ان هم ممكن يلحقوا مباراه نصف النهائي او على الاقل ممكن يلعبوا مباراه الخامس والسادس. لكن 4-5 لعيبه انت في يعني في عرض لاعب واحد عشان تقدر تكمل تشكيلتك ودكه البودل، احنا بنتكلم ما يقرب من حوالي 9 من التشكيله الاساسيه مش موجوده. ولو بنتكلم كمان على دكه البدلاء، لو في اصابات زي محمد محمود وحسام حسن وعدد من اللعيبه واحمد نبيل كوكا كمان الف سلام عليه، احنا بنتكلم كمان الدكه مش هيكون فيها 4-5 لعيبه. محمد مغربي لو ما سافرش مع البعثه ما عندكش بديل لياسر ابراهيم ورامي ربيعه، عندك محمد هاني وكريم فؤاد، عندك علي معلول موجود، ديانج الوحيد اللي في نص الملعب، هل ممكن تلعب بعمار حمدي جنبيه او قفشه او احمد عبد القادر؟ ده هنشوفه الفتره الجايه. الوضع صعب جدا والاختيارات محدوده جدا، لكن كل الدعم للجهاز الفني وللاعبين يا رب في هذه المباراه. انا قد كان بحاول بس ايه احطكم في الصوره معايا عشان نعرفكم الازمه واصله لفين وشكل التشكيله الاساسيه بالغيابات دي الوضع هيبقى ايه. انت حتى بيرسي تاو اللي كنت جايبه عشان تعتمد عليه في حدث كبير زي ده، للاسف اصابه جات له قدريه في مباراه سموحه هتبعده فتره، مش كاس عالم بس، ده ممكن كمان اول مباراتين في دوري ابطال افريقيا. فالوضع بصراحه صعب جدا، كمان حجم الاصابات اللي بتحصل حتى كلها من لعيبه النادي الاهلي، فهي الاصابات قضاء وقدر. لكن نتمنى يا رب الفتره الجايه يعني الدنيا تخف شويه والكل يبقى مستعد يا رب الفتره الجايه ونطمئن على كل اللاعبين. طيب حكام البطوله كلنا عارفين ان الفيفا دايما في استراتيجيه اختيار التحكيم بالنسبه لهذه البطولات القاريه او الدوليه بيعتمد دايما على افضل حكم في كل قاره. كلنا عارفين ان مصطفى غربال موجود في كاس الامم الافريقيه، لكن تم الاستعانه به في كاس العالم للانديه. هل كمان هيكون عنده تدريب مواعيد مصطفى غربال وما يلحقش كاس عالم انديه؟ انا مش عارف بصراحه، يعني افترض الكاف عايز يعين مصطفى غربال مثلا في ماتش مصر والكاميرون يوم الخميس الجاي 3 فبراير، والفيفا عايز يعينه مثلا يعني في مباراه الافتتاح ما بين الجزيره الاماراتي والبطل تاهيتي، هيحضر كاس امم افريقيا ولا يروح يشارك في كاس العالم؟ الوضع بصراحه غريب جدا، واختيار حكم جزائري دولي كمان وموجود في كاس الامم، ازاي هيشارك في مونديال الانديه وهو موجود في بطوله افريقيه؟ هيسيب بطوله افريقيا ويروح كاس عالم انديه؟ هو من ابرز الحكام اللي ممكن الكاف يعتمد عليهم في ظل ان منتخب الجزائر خرج من دور المجموعات. كمان في حكم من استراليا، حكم من المكسيك راموس سيزار، وفي حكم ارجنتيني فرناندو، وفي حكم فرنسي تريبن موجود في البطوله. البطوله فيها تقنيه الفار وفيها امكانيات والتكنولوجيا على اعلى مستوى بالنسبه للاطقم التحكيميه. حلقه النهارده فيها كواليس وتفاصيل مهمه جدا وكمان تغطيه خاصه وحيه من مطار القاهره الدولي، ولكن اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل هيكون معايا اثنين من النقاد الرياضيين الكبار اللي هنتكلم معاهم ونفتح معاهم كل الملفات الخاصه بهذه البطوله والاجواء اللي موجوده في الشارع الرياضي المصري وتضارب المواعيد ما بين البطولتين وكيف يصنع الاهلي الحدث في كاس العالم في ظل هذه الغيابات. هينورني ويشرفني الاستاذ الناقد الرياضي الاستاذ عصام شلتوت، وايضا كمان الاستاذ محمد القوصي. كل ده ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، والتغطيه مستمره لكواليس بعثه النادي الاهلي والسفر الى الامارات العربيه المتحده للمشاركه في كاس العالم للانديه. البطوله ان شاء الله تنطلق يوم 3 فبراير وحتى 12 من الشهر القادم. طبعا بيشرفني وبينورني في هذه الفقره اثنين من نجوم الصحافه الرياضيه والاعلام الرياضي بشكل خاص، وليا الشرف بالتاكيد بلقائهم ومحاورتهم في هذه التغطيه الخاصه لسفر بعثه النادي الاهلي الى ابو ظبي. في البدايه برحب بالناقد الرياضي الكبير والاستاذ عصام شلتوت. استاذ عصام منور الدنيا. استاذ محمد وحشي، منور الدنيا. اهلا بيك. الله يسلمك. وكمان ضيفي وضيفكم الناقد الرياضي الكبير والصحفي الكبير الاستاذ محمد القوصي. استاذ قوصي منور الدنيا واهلا بيك. ربنا يخليك يا استاذ سعيد، نورك، وطبعا بتشرف بالتواجد معاك وفي صحبه اخويا العزيز الاستاذ عصام شلتوت. لسه بقوصي ربنا يخليك. فرصه، انت طبعا لسه راجع من الامارات. أيوة. فهنتكلم معاك بقى عن تجهيز واستعداد الامارات لاستضافه كاس العالم للانديه. طيب استاذ عصام، احنا بنتكلم على كاس عالم انديه وبنتكلم عن حدث كبير، لكن هل انت تشعر ان الاعلام او الصحافه او الشارع الرياضي حاسس بنفس البهجه بتاعت كل مره لما الاهلي بيشارك، ولا التخبط اللي حصل في المواعيد ده خلى الناس مش حاسه ان حتى الفيفا مش مدي اهميه حتى للبطوله بتاعته؟ من ناحيه طبعا التخبط اللي حصل في المواعيد، ومن ناحيه تانية انه في نفس الوقت امم افريقيا ومنتخبنا بعد اخر مباراه في المجموعه بدأ يستعيد ذاكرة الانتصارات، وبدأت اللعيبة يعني في انقلاب ناعم مع الراجل مساعد كيروش
يعني يخلوا الراجل ايه بيمرن وكل حاجه، ويقول لك ان بيعدوا عليه الحاجات بالطريقه زي كده الجد لما نقول ايه مش انت كنت عايزني اروح انا رحت اهو، ويمرروا حاجات عليه. وبالتالي ده عمل عازل كبير جدا، خاصه انها فئويه يعني لنادي واحد. وجمهور الاهلي زي ما دايما بنقول، والنادي الاهلي اسس على وطنيه القرار، والدليل انه ما عندوش اي حوار ممكن يروح ويجي فيه، بدءا من اعطاء اللاعبين في الاولمبيك جيمز، بدءا من انه لعبته في امم افريقيا الاول والاخير ان يكونوا مع المنتخب، ولا شان لنا بكاس العالم للانديه. وبالتالي الحياه بتدب في الجمهور الاهلاوي بنفس الطريقه، هو ايضا مع منتخبنا كعاده كل افراد شعبنا. يعني هنا عمل الجدار العازل بين البطولتين. ضيف بقى لكده انه في محاولات من الفيفا لانعاش خزائنه ببطولات كتيره، منها كاس العالم للانديه، منها البطوله اللي فكروا فيها دي بتاعت النخبه والاتحاد الاوروبي، والفيفا عايز يروح كاس العالم كل سنتين بدل كل اربعه، صراع على تورته الرعاه والمعلنين. وده اللي خلى ايتو لما قال لهم هكشفكوا واشوفكوا، واللي هو لما قالوا مش هتقعد يا انفنتينو، مش هتقعد انت، ما تستحقش تكون بيننا، وهددوا انه يلم الانديه الكبرى ومنها النادي الاهلي، ويبقى كل النجوم دي في افريقيا بشركات عالميه، حتى قالوا الملاعب دي يمكن شرائها وتحديث الاستادات. وبالتالي البطوله هيكون يعني فيها دفوهات كتيره جدا، اولها واهمها ان انت اولا ممثل امريكا الشماليه جاي منهك، ممثل افريقيا مخلي تقريبا من كل اسلحته، يعني رايح في مهمه شرفيه معبره، صحيح النادي الاهلي بمن حضر، لكن برضه لا، وانت في يعني معارك كرويه زي دي، لا انت بتحتاج تجهيزات وكل ما يمكن ان يكون، يعني غواصينك وطيارينك والسنايبرز بتوعك. ومع ذلك الاهلي لا يغيب ابدا عن اي مشاركات، وبالتالي لا البطوله مش واخده حقها، وده مش تقصير اعلامي الحقيقه، يعني لانه هناك سبوت على منتخب مصري مش مجرد امم افريقيا زي ما قلت لحضرتك، وكمان ما شاء الله عدل طريقه ولمنا الكل وراه. اكيد. طيب زي ما انتم شايفين معانا على الشاشه، يمكن دي لقطات حصريه من مطار القاهره الدولي، خلاص الاستعداد للسفر، تشيك بقى على الباسبورات والتيكت والبوردنج الخاص بحجز الطياره بالتاكيد والسفر، وبتبقى يعني لحظات مهمه جدا ولحظات تاريخيه، وانت رايح بتشارك في كاس عالم هي على مستوى الانديه، لكن بيبقى بالتاكيد حدث مهم جدا. بالمناسبه عايز اطمنكم كمان، محمد مغربي العينه بتاعته الحمد لله طلعت سلبيه، مصطفى شوبير، فيعني القدر الامكاني يكون في دعم شويه بالنسبه للقائمه، ما عندناش غير علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزه علاء. عايز اقول كمان كان في فكره الاستعانه بمحمد فخري حارس مواليد 2003، يعني شوفوا كمان فكره الوصول لاي مرحله من لاعبي قطاع الناشئين عشان السد في النقص وغياب اللاعبين. قدامكم على الصوره طبعا اللاعبين والجهاز الفني، بيتس موسيماني وعدد من افراد اللاعبين قدامكم على الشاشه، رامي ربيعه، دكتور طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل، لويس ميكيسوني، كمان عدد من لاعبي قطاع الناشئين. يمكن الكمام عايز اقول لكم مخبيه نص الوش، زياد طارق بيقول لي زياد طارق كمان، مين يا جماعه يعني لو معايا كده عشان الصوره بعيده عني شويه، بس الكمان في حجبه الكمام، الكمام اليو ديانج اهو تمام الحمد لله، وصل الى مطار القاهره وموجود مع الفريق، احمد عبد القادر، كابتن سيد عبد الحفيظ، ياسر ابراهيم، وعلي لطفي، دكتور احمد ابو عبله عاد من المانيا بعد اجراء الجراحه لاكرم توفيق، الف مليون سلام على اكرم، كابتن سمير عدلي المدير الاداري، محمد اسامه اداري الفريق. يمكن الكل خلاص بقى بيستعد، بس هي الصوره بصراحه اللي يعني ريحتني وادتني شويه تفاؤل كده يا استاذ قصي، اليو ديانج. عارف انت لما بتتفرج على ماتشات كاس الامم لقينا واحد يعني من اول ما اتنين بقى اول ما مالي خرجت قلت الاهلي كده ضمن ديانج، بعد كده تونس خرجت الاهلي ضمن علي معلول. طبعا يعني عجبتني جمله الاستاذ عصام لما بيقول لك الاهلي اسس على وطنيه القرار، وطنيه القرار دي تخلي الاهلاويه والنادي الاهلي يكونوا سعداء وفرحين بوصول المنتخب لابعد نقطه، مطر اولا وبعد كده النادي الاهلي. وعلى فكره مش مشكله خالص، يعني الامور في النادي الاهلي عاديه جدا، لان ده الطبيعي بالنسبه، ما كان كله مستني ان الاهلي يناقش، طب لا لا خالص يعني. الوقت وفي الاولمبيك جيمز خالص ما فيش ولا كلمه من الاهلي، لم يعلق على الموقف لكن وقع المحظور،
وقع المحظور. كنا عارفين ان مجرد وصول مصر للنصف النهائي خلاص الاهلي فقد 7-8 لعيبه اساسيين من اعمدته الاساسيه اللي هو بيعتمد عليهم. دي الكارثه اللي حطينا فيها الاتحاد الدولي لكره القدم الحقيقه. يعني يمكن كاس الامم الافريقيه متحدده وما يعرف يقال برضه. لا هو احنا هنقعد كل شويه كنا نعرف يقال وبعد كده بس كانت واضحه. هو ايه ليس كل ما يرى في القول؟ هو كان عنده تاكيدات من الفيفا ان كاس الامم هتتاجل. اه بالظبط وما تاجلتش. ولا كان عنده تاكيدات المنتخب هيخرج؟ لا كان عنده تاكيدات. هو كان عنده تاكيدات ونسبه كبيره جدا ان المنتخب هيخرج. لكن الحمد لله والله صح يا اوسي يعني سامحوني. هو كان لما قال لك ان المنتخب هيلعب بكام النجوم ولا هيلعب بكام النجوم قعدنا نحسبها يمين شمال ملهاش حل غير انك انت تطلع بدري من الدور الاول او دور ال 16 مثلا يعني. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى خيبت كل الظنون وضاعت كل احلامهم ومنتخبنا يعني كان في الميعاد وقدر يوصل لنصف النهائي وباذن الله يكمل مشواره لغايه البطوله وده الاهم بالنسبه لنا في الموضوع. وجود طبعا اليو دانج دعم طبعا كويس جدا من اللعيبه المميزين جدا وجود علي معلول. لكن الاهلي طبعا هيفتقد كل اللعيبه اللي موجوده مع منتخب مصر ده غير الاصابات اللي موجوده في النادي الاهلي. طبعا دي أسوأ ظروف ممكن يواجهها النادي الاهلي عبر تاريخه في مشاركه في بطوله كبيره بهذا الشكل. ويمكن الاهلي من المشاركه السابعه للنادي الاهلي كثره مشاركات الاهلي في البطوله خلت الامر يبقى عادي بالنسبه لجماهير النادي الاهلي. يمكن الجزئيه الخاصه بالاعلام اللي اتكلم عليها الاستاذ اطرام ده طبيعي جدا. احنا عندنا اصل ما تجيش تقول لي عندي كاس الامم الافريقيه ومنتخب مصر وحد يهتم باي حاجه ثاني. يعني يمكن حتى الاهتمام بسفر الاهلي ووجوده في البطوله وماتشاته هتبقى اقل. مش هيظهر ده غير يوم 5 لما الاهلي يلعب مع مونتيري المباراه اللي نتمنى ان النادي الاهلي يقدم فيها عرض مشرف. ما نقدرش نطالب باكثر من كده. يعني احلامنا لا تتجاوز الظهور المشرف في كاس العالم للانديه وانت مفتقد عدد كبير جدا سواء من لاعبيك اللي موجودين او الاصابات اللي بتطردك. يعني وضع الاهلي فضل الحقيقه لا يحسد عليه. وضع لا يحسد عليه. طيب هل الموضوع يا استاذ عصام تحديد ميعاد كاس عالم انديه في الفتره من 3 ل 12 فبراير اكبر من يعني اتخاذ القرار نفسه؟ لان القرار ده لما اتخذ من خلال مجلس الفيفا اللي فيه عضو مصري المهندس هاني ابو ريده وهو عارف ان المنتخب هيشارك في كاس امم افريقيا. هل القرار ده لما اتخذ هو اكبر من فكره اعتراض رؤساء الاتحادات او اعضاء المكتب التنفيذي؟ هل قرار خاص برئيس الاتحاد الدولي فقط؟ بص في حاجه كده عامله زي السياسه في الكوره. اصلا عربين انفنتينو في القاره هم العرب لاكجع انا بوريده السيد وديع الجريء وطبعا معاه 2-3. لما جه دكتور متسبي الراجل حب يعمل قفزه حب يجيب الانديه الكبرى اهلي مازيمبي زمالك سان داون يعني اغلب الانديه كوتوكو رغم ان كوتوكو التاريخي بقاله موسمين ثلاثه مش هو كوتوكو ويعمل بيهم طفره وده اللي قربه من الكابتن خطيب لو حضراتكم فاكرين ورئيس يعني بدا يعمل معاهم كده خاصيه انه هنقعد في المستقبل. فطبعا لازم يخبطوا الراجل لان بعد ما جبناك تزكيه ومش عارف ايه وثبتنا المناصب كلها واحمد ولد يحيى الموريتاني الرائع في المستقبل الراجل ده برضه خلوه يرضى بنائب لقوا الراجل بينقلب عليهم. طب احنا بقى لازم نكسر لك الاتحاد الافريقي بتاعك لكن مش هنقدر برضو نزيد عن كده لانه في 52 صوت لكن كلهم عربين انفنتينو واي انفنتينو اي رئيس اتحاد. ليه؟ لانه وانت على البورد بتاع الاتحاد الدولي الغنائم اكثر. انت هناك مخصصات على فكره دي حاجه كويسه يا ريت اتحادنا يعملها مخصص ليك بدل ما تقول انا متطوع. تقريبا تعدت 500,000 يورو لكل عضو تذاكر وهاتف السرية وعربيات بدون جمارك مزايا عديدة وبدل حضور انتقالات أنا طبعا ده بس المبدأ اللي انت بتاخده سنويا غير بقى بوبا دي اللي هو العلاج ما شاء الله ب20,000 استرليني تيجي عربية اسعاف في طائرة تاخدك من بلدك اي بلد. فالخصائص والمزايا عديدة. ثانيا الاستمرارية هناك اعلى. وعم بنقول الكلام ده لا بنقول كلام كبير ولا يطلع اقول لك انت تعملوا فيها هيكل الصحافه الاخوه الاكلين والشاربين على افساد الاداره الرياضيه. اصل احنا مش ممكن يكون عندنا كل المواهب دي عندنا وفي القاره والاداره مش قادره تصنع يعني بيهم كره قدم تضاهي العالميه. لعيبه افريقيا كلها اللي بتلعب في الغرب يا جماعه بل هم نجوم الصف الاول هم اللي بيقودوا الدوريات الاوروبيه والقاره اللي زينا الثانيه امريكا اللاتينيه نفس الحكايه بس هم شويه ماسكين نفسهم عننا لان بيعرفوا يعملوا بيزنس اعلى شويه او رؤساء اتحاداتهم بيشتغلوا شويه ويلعبوا مع الاتحاد الدولي شويه. احنا عندنا بيجيبوها كتاب بيجيبوها من الاخر المصلحه اولا يعني وبالتالي الاخوه العربين العرب يا جماعه ما حدش بيمد ايده. يعني انت المهندس هاني ابو ريده يصدر له شكر رسمي من السيد وديع الجريء والجامعه التونسيه اللي هي الاتحاد التونسي ببيان يصدر للصحف تمام
ورجالته هنا ينشروه برضو على ما قاتل من أجله ألا تصاب تونس بأي مضاعفات بعد رفضها استكمال الدقائق، بينما يتعين حكم سنغالي بلده موجودة وكمان احنا هنلعبهم في مارس ولا يحرك ساكنا، وكأنك تريد أن تقول طالما أنا مش هنا أو إيه زي أغانينا الشعبية بكرة تشوف أنا كر خيري. إيه ده؟ إيه ده؟ بينما كل المسؤولين بيناموا بالعرض لأنديتهم ومنتخباتهم، لأن ده اللي حاصل. أنت النهاردة خلي الترجي في أزمة، خلي الرجاء في أزمة، وشوف إيه اللي هيحصل يا جماعة. ده صاحبوا فرقة في النهائي ولم توقع عليهم، لأن الصوت بيعلى إداريا يعني. يعني ده تأكيد يا استاذ عصام ان دول ما بيدافعوش عن مصالح الانديه المصريه مؤكد. ما هو بدليل مشاركه الاهلي بالظبط. يعني انت حضرتك قلت كل الاسماء الافريقيه، عندنا تقريبا اربعه من القاره الافريقيه موجودين في الاتحاد الدولي لكره القدم، دول كان المفروض يقاتلوا قتالا مريا، وفي مقدمتهم طبعا اقدمهم طبعا المهندس هنا بريده، واقدرهم موجود وادم عضو في الفيفا وكمان رئيس الاتحاد الافريقي المفروض يقاتلوا بشكل قوي جدا على ان كاس العالم الانديه ما اتلعبتش في الوقت ده، لان ده انا عندي فريق ممثل افريقيا موجود، فازاي تتداخل مواعيد البطوله؟ طيب. حتى لو ما عنديش فريق انا هقول لك رايي ازاي ممثل لا سيبك ممثل من افريقيا ممثل افريقيا يقبل يروح بهذا الوهن وانتوا تقبلوا ويقبل بهذا الشكل؟ كان لابد من وقفه، ولابد من لان اذا حتى لو في مثلا كام وخمسين موجودين او العالم كله قابل بهذا، انا كافريقيا اول حد متضرر، فالمفروض لازم اوقف وقفه واضحه جدا حتى ولو وصلت التهديد ان انا مش هلعب، مش هشارك ببطل. والقرار ده مش يكون من النادي الاهلي، يكون من الاتحاد الافريقي لكره القدم. طبعا ما ده قرار الاتحاد على فكره كان يتضمن معاك وفورا امريكا الجنوبيه وفورا. مونتريا عنده نفس المشكله، ما انا بقول لحضرتك الاتحاد الافريقي لما سالت في الجزئيه دي الاتحاد الافريقي ولجنه مسابقاته لما اتكلمت مع وفد الفيفا او اللجنه المنظمه للفيفا كان لها رد سهل جدا وسريع جدا، قال لهم انتوا عايزين، يعني بيقول للفيفا كده، انتوا عايزين كاس امم افريقيا ب 24 منتخب يتاجل عشان انت عندك مشكله في ناديين في كاس عالم انديه؟ الادهى انك تاجل كاس عالم انديه بعد نهايه كاس الامم ب 48 ساعه بس. قال لك لا انا ما اجلش، انا بطولاتي ما حدا سابق، انت غير ده هل بطولاتي. فرد الكاف نفسه قال له يا اغير ازاي، انت اللي حاطط المواعيد بعديه، ده انت معتمد ميعاد كاس الامم من سنه. هو ده الكلام، هو ده الكلام. هل هو بيقول لك ميعاد ثابت؟ ده ميعاد كاس العالم الانديه حدد بعد ميعاد كاس الامم الافريقيه، ده من شهرين حدد، من شهرين بالظبط، حدد من شهرين. يعني ده مش ميعاد مثلا، يعني احنا مش عارفين ان كاس الامم الافريقيه كاس العالم الانديه في 23 هتلعب في فبراير، ما حدش يعرف هتلعب. كانت في اليابان واتنقلت واكتر من دوله، كان عليها مشكله كبيره جدا لغايه ما حددوا المكان وحددوا المواعيد. اذا الاتحاد الدولي هو اللي صدر الازمه، هو اللي عمل ازمه، وهو وده فيه نوع من الاستهانه بالقاره الافريقيه. خلينا نكون صرحاء مع نفسنا وواضحين، هذا في نوع من الاستهانه بالقاره الافريقيه واستهانه بالكاف وعدم تقدير للاعضاء الافارقه اللي موجودين داخل الاتحاد الدولي لكره القدم. لا هم منضمين لانفنتينو في مواجهه متسبي عشان يعرفوه انت من غيرنا ولا حاجه، ما هي اللعبه بقت كده دلوقتي. ما هو العند زاد حتى بعد كاس الامم ما تلعب في ميعادها بالظبط، العند زاد. وانا بقول لك تاني وتالت ورابع، لولا ان ايتو تمام قال ان احنا قادرين على تنظيم بطولات، الكلام ده راجعوه كويس قوي زي اوروبا بالظبط. صحيح اللعيبه صدره قوي يا استاذ عصام، ليه اصل ده قال لهم حاجه لطيفه قوي. لا ما هو بيقول بقى لو جبنا رعاه، ما هو برده مش تايه، ده راجل عايش معاهم عارف وعايز. قال لهم الملاعب دي بتتباع في محلات ما، تجسيد استادات جديده تعملوا شركات، الرعاه الانترناشونال هيجولنا وهنختزن لعبتنا جوه، وده كلام والله يتعمل زي ثوره التحرر الافريقيه كده في اربعينات وخمسينات القرن الماضي. والله هي الحكايه هتبقى كده، نهب من قاره زي دي، واللي هو بقى قال لهم هفضحكم وش لولا كده، لولا رضخوا قدامه. وبعدين للامانه بقى لازم نقول للناس، اوعى حد يزعل من امكانيات ضئيله، البلاد دي بلاد قارتنا لازم تاخد البطولة. بيبقى في دول مانحة بمستشفيات يا جماعة وبنى تحتية غير الملاعب خالص، دي شعوب من حقها الحياة. بيسعدوا ان المصريين، وانا اسف، وفقط اللي عمرهم ما بيعترضوا. انا يعني الراجل حاج ضيوف ده في 2002 مالي كنا قاعدين كده صحبة، هو مش واخد باله ان انا صحفي يعني ومن مصر، ضارب انا البتاع جوه الاي دي كارت، قاعد يقول لك واي بلاي هير، احنا ماروكو، ايجيبت، تونيزيا. لا عم انت ابن السنغال البار يعني، وخليت يعني حد كان معانا يترجم له بتاع، فهم عايز هو يجي يتفسح ويمشي وهو عارف يعني ايه كايرو. لكن بلداننا دي بقى لما تبقى انت مصري وبتتكلم كاعلام تقول من حقها الحياه في بطولات زي دي، مين بقى اللي ما بيطبقش عليهم انهم يتقدموا؟ اللي مش عايزهم يتقدموا، ما هي دي اللعبه بجد. ارجع بقى لكونتك انت والكتاب العالمي او الروايه العالميه للجذور دي،
قاره بتشفط، ودايما هتلاقي عربين زي اللي بيطلعوا في الافلام كده ضارب لك الكوليهات والانسان المشجره بيشتغل مع الرجل الابيض. بالظبط، هو عايز ياخد كل المواهب بتاعتك. أيوة. عايز ياخد كل القدرات بتاعتك. أيوة. عايز ياخد كل امكانياتك، عايز ياخد كل لعيبتك ويلعب بيهم ويقوي بيهم الدوريات الاوروبيه ويعيش عليهم هناك، وانت مش مشكله انت وحتى الباقي. لما تيجي تطالب بحقك الطبيعي جدا في الحياه ان يكون ليك بطوله امم بتجمع الامم الافريقيه والدول الافريقيه. مزبوط. عايز يفسدها لك. ايوه طبعا. طيب. يعني حاجه غريبه جدا، واسكتتهم المزايا اللي انت قلتها. بالظبط. طيب قبل المزايا دخلوا لهم في المصلحه. عندي خبر، واحنا نقدر نعمل عندي خبر حلو يعني، الجمهور مستني يسمع خبر يا حلو. يا سلام. النهارده علي معلول هيلتحق ببعثه فريق النادي الاهلي مساء اليوم في ابو ظبي، فور وصول البعثه ان شاء الله مباشره. هيكون علي معلول في استقبال البعثه ان شاء الله، وينضم للبعثه بشكل رسمي استعدادا لمباريات كاس العالم للانديه. التنسيق الاداري ده كمان يا جماعه بياخد وقت كبير، لان خدوا بالكم تونس كانت بتلعب في الكاميرون. هل رجع من تونس مع المنتخب التونسي الى تونس ثم من تونس الى ابو ظبي، ولا كان ممكن يسافر للقاهره عشان يسافر مع البعثه؟ ومساحات الكورونا والسفر من دوله لثانيه الموضوع صعب جدا. لكن الشيء الايجابي في الخبر ان علي معلول النهارده بالليل هيكون مع البعثه، والنهارده بنتكلم في 31 يناير يعني قبل 5 ايام من المباراه، واليو ديانج زي ما شفنا في اللقطات الحصريه من مطار القاهره موجود مع البعثه. طبعا خبر كويس وخبر مبهج، يعني كل ما صفقه تجيلك يعني بتديك. احنا بنعتبرها صفقه. طبعا. ايوه صفقه جديده، انت بيجيلك لاعب جديد. انت مش رايح تلعب ماتش في كاس الرابطه، انت رايح تلعب في كاس العالم للانديه. فمهم جدا ان يكون معاك اكبر قدر من اللعيبه يعني. فطبعا عنصر مهم جدا. لا طبعا علي معلول عنصر مهم جدا، خصوصا عندك عدد كبير جدا ناقص من اللعيبه. فالحمد لله لو يعني. معلول ما كانش موجود كان هيبقى خط دفاعك بالكامل بحراسه المرمى مش موجود، لا بدري بانون ولا اكرم توفيق ولا علي معلول ولا ايمن اشرف ولا الشناوي ولا الشناوي، ولولا عوده ديانج ما كانش هيبقى عندك نص ملعب، لا حسين لا السوليه ولا حمدي فتحي ولا اليو ديانج، وحتى اكرم توفيق اللي بتستعين بيه في الديفندر مش هيبقى موجود. عندك كمان عندك مشكله في المهاجمين، احنا كنا معتمدين ان بيرس تاو يلعب في الهجوم، ادي بيرس تاو انت بقى بره بسبب العضله اللي سويت ليه، وحسام حسن غير مكتمل الشفاء، الراجل رايح وهو مصاب وفي مرحله التاهيل، فالهلال اصلا ما عندوش مهاجم اساسا. موقف صعب جدا. يعني انت رايح ما عندكش بلا مهاجم في النادي الاهلي، فموقف في غايه الصعوبه حقيقي. انا الجينات المصريه يعني دايما تحت الضغط بتنتج، وبرده كرويا برده ما يعني طبعا يعني انا قصدي ايه اللي هي فكره البشاره، يعني دايما في النادي الاهلي بيبقى ظاهره ايه من كبد يعني المعاناه او من رحم المعاناه بطوله بطولات يعني، يعني هي عاده اهلاويه او شبه اهلاويه برده. طب ازاي الاهلي يفكر في الضغط ده؟ ما يبقاش عندك تيم جامد جدا بغض النظر عن النتائج، لكن تيم وانت قاعد تتفرج بيلعب بيشرف بيقول ان المستقبل فيه 4 5 لعيبه جامدين جدا يغنوك عن سؤال اللئيم في صفقات. طب في ظل الغيابات دي ازاي الاهلي وموسيماني يتعامل مع الضغط ده او الغيابات دي؟ لا الحقيقه بقى موسيماني ده موضوع تاني، هو بقى اللي عليه ان هو يرد علينا ويقول لنا ازاي زي ما بيطلع يتكلم كده وبتاع، هو بقى يطلع يقول لنا هو هيعمل ايه او احنا هننتظر هيعمل ايه، لان هو واضح ان هو الشبكه عنده مشوشه الفترات دي، وبالتالي هو هل يمكن الظروف المحيطه بيه بفكره غيابات اللعيبه؟ وبرضه اي مدير فني لو عنده 11 الاساسي مش موجودين، انا مش بدافع بس بتكلم في فكره، برضه اي مدير فني التشكيله الاساسيه كلها غايبه وعلى اقل 4 5 لعيبه من دكه البدلاء مش موجوده، هي هو اكيد يستفد. لازم يبقى برضه يعني استاذ محمد هو لم يستفد، ودي قناعاتي وانت في الاعلام الاحمر ان يكون لديك ما هو مسموح، ما فيش حاجه اسمها معمول عليها كده. هو لم يستفد من فترات طويله جدا توقف فيها اللعب، اي عاقل كروي لا يمكن ابدا ان يوافق على اختفاء لاعبين وصلوا لفورمه معينه 30 يوم، كان عليه انه يعني يداوي الموجودين قدر الامكان، وان هو يزاحم مع مجموعه الشباب عشان يبقى عارف هيعمل بيهم ايه، ما يعملش يعني ما يبقاش كل ظلال عقله في التجديد ولا التمديد، يدفع ولا يدفع له وحاجات. الاهلي عامل له ما لا يمكن ان يعمل لاي مدير فني الا في الغرب، والاهلي ما لا بيدلع ولا بيطبطب، لكنه بيضع منظومه رائعه محترفه محترمه. طب انت عاوز ايه تاني؟ مالك في ايه؟ هو بقى عليه الان ان يعمل وان يؤكد ان موسيماني الذي اختاره النادي الاهلي هو عند حسن الظن يستطيع ترتيب اوراقه بما لديه من اوراق. ما هو اصل هو في حل تاني يعني، هو مثلا هيعمل ايه؟ هيقول انا زعلان مش هلعب؟ ما ينفعش يعني. لازم يكون دلوقتي في اجندته وهو في الطياره او لابتوب ما هو
مش بس خلاص بقى محضر نفسي بالظبط. انا محضر نفسي احط مين فين، هستفيد ازاي بقواتي الاكثر خبره اللي هم اللعيبه اللي بيلعبوا من بدري، ثم هضيف مين واشيل مين، وادي يعني منطق للبطوله ان انا رايح بالفريق الذي اعتبر انني ساعود بي، وكاني جلبت للاهلي 5-6 صفقات. موافقين، ما عندناش مشكله، لكن ما يبقاش برضو العمليه هربانه، ما احناش عارفين هو هيعمل ايه. يعني لازم تبقى خلاص يوصل هناك الصوره تبان، هيحط مين سيرد باك من الرجاله الجدد، هيلعب بمين فرود، هيلعب بمين تحت الفرود، ولا وقت بقى لايه لانزعاجه هو بان حد بيتكلم. ما انت برضو الناس اللي ساعات بتبرز شيء ما نقدي هم برضو اللي سقفوا لك يا مستر موسيماني، يعني ما حدش قلل منك، بل هي بس مساله الحياه بينج بونج، يعني فيها ما هو سلبي وفيها ما هو ايجابي، ويا بخت من ادى ليه عيوبه. بس ما اعرفش المثل ده في جنوب افريقيا ولا لا، ممكن في جنوب افريقيا. كان قدامه فرصه عظيمه ان يبقى رايح دلوقتي واحنا شايفين الصوره كامله موسيماني بالرغم كل الظروف اللي موجوده بداية، يعني من صح كده؟ أنا طبعا أنا بتفق معك تماما في كل ما قلته. يعمل تشكيلة في كان أولا أنا شايف إن النادي الأهلي حصل على 12 يوم أجازة بعد ماتش فيوتشر، ودي كبيرة جدا على طول. ودي كبيرة جدا لأن دي بتفقد اللاعبين، اللاعب لما بيقعد أسبوع في البيت بيفقد لياقته البدنية ولياقته الفنية ولياقته الذهنية، ده كلام مدربين وكلام كرة قدم، فاهم كده؟ يحتاج 10 أيام عشان يرجع. فأنت لعيبة النادي الأهلي كلها قعدت 12 يوم بقرار موسيماني ما اتمرنتش، ولما رجعوا كان الطبيعي جدا انت عندك فرصه ذهبيه، عندك 5 مباريات في كاس الرابطه، كان فرصه تعتبر ان دي بروفه مهمه جدا لكاس العالم للانديه، انك انت تاخد اللعيبه اللي هتعتمد عليها، انت شهور بنسبه كبيره جدا في 11 لاعب فاقدهم يعني. فكان مفروض انك تلعب بالتشكيله الاساسيه اللي انت هتلعب بيها في كاس العالم، بالاضافه المراكز اللي ناقصه عندك كنت تطعمها وتبدها باللعيبه اللي هم الناشئين سواء في المدافع او في قلب الدفاع او في الاطراف. اعتقد ان كانت تبقى الصوره واضحه لموسيماني، فلما يجي لك علي معلول ويجي لك ديانج هتبقى الصوره ايه؟ افضل وقت ويعد الماتشات دي زي ما الاستاذ اوسي قال تجريبيه. تجريبيه بقى التيم على بعضه، مش هياخد مين ويسيب مين، لا التيم هو حطه ببدلائه يلعب بيه الخمس ماتشات فيطبعه على طريق لكن البعض. فكره ان اللاعبين الكبار قعدوا ما يلعبوش وانا رايح كاس العالم للانديه، ده اللياقه البدنيه مش موجوده، اللياقه الفنيه مش موجوده، اصابات كتير جدا قد تعرض لها الفريق. كل المحللين اصدقائنا يا جماعه والرجل معاه ستاف برضه رائع، قالوا لنا ان كل اسبوع اجازه قدامه 4 أيام اعداد اعداد وتجهيز. طيب. فالاربع اسابيع يحتاجوا 16 يوم اعداد. بمناسبه الاصابات دي، لان موضوع الاصابات العضليه بقت كتير قوي ومش قادرين نشوف لها تفسير حتى في منتخبنا الوطني. لان برضو عايز اتكلم معاكم على المنتخب برضو اصابه الشناوي، اصابه ابو جبل، اصابه حجازي، الونش، يعني اصابه اكرم توفيق ورباط صليبي، يعني رباط صليبي. لكن فتوح كمان كان عنده نفس الاصابه وعمل تاهيل ورجع، 5-6 اصابات عضليه من ضمنهم 2 في مركز حراسه المرمى، رغم ان المنتخب بادئ فتره اعداد وداخل معسكر وبيتدرب هناك، لكن برضو نفس الاصابات العضليه اللي بتحصل. ده وارد جدا يكون في حمل تدريبي، ويمكن الشناوي الحراس بالذات الحراس بالذات الحراس حمل تدريبي يعني. عصام الحضرة اوسي من ابناء مدرسه الصاعقه من زمان، يعني منذ نشاته هو بيحب التدريبات القويه. بس حسب معلوماتي ان كارلوس كيروش بيتابع معاه البرنامج التدريبي لدرجه حتى هو بيديله حتى بس خلي بالك انتوا اكيد كلنا في الاعلام سوا، يعني كم مره اختلف معاه لو فاكرين بسبب ما رآه من عنف تدريبي يعني. ودي حالة برضو ما هياش غلط، لكن هي طرق في التدريب وبالتالي التركيز. يعني امبارح أبو جبل غالبا شدة تركيزه واللعبة اللعبة الأخيرة والضغوط، وإنه لعب 120 دقيقة قبلها هي اللي طقت العضلة. هي دي يا إما حمل تدريبي زايد، يا إما تدريب أقل، يعني ممكن ما حد ما بيتمرنش بشكل كويس جدا ومش جاهز للتدريب فيبذل جهد بدني في الملعب فتحصل له الاصابات العضليه، او يكون عندك تدريب زايد جدا عليك فتنزل فما تقدرش تتحمل. الحراس او زي محمد شناوي يمكن قال بعد حتى قال ارضيه الملعب لما رجله زحفت على النجيله الارضيه اللي مش مظبوطه حصلت له المشكله بتاعته، فهي لها اسباب عديده جدا يعني لها اسباب عديده طبعا. طيب لو عايز اتكلم استاذ اوسي، انت لسه راجع من الامارات الاجواء هناك ازاي؟ الناس بتستعد ازاي؟ انا عارف البطوله في ابو ظبي وانت كنت موجود في دبي في جائزه محمد بن راشد، جائزه سمو الامير محمد بن راشد ال مكتوم. الاجواء في الامارات ازاي؟ وازاي الناس هناك بتستعد لاستقبال الاهلي في ظل ان مشاركه الاهلي في البطوله في الامارات يمكن دي لاول مره؟ الامارات استضافت كاس عالم انديه اكتر من مره، لكن دي اول مره الاهلي يشارك فيها. وكان كل مره بيتمنوا الاهلي يكون بطل لافريقيا. بص طبعا في استعدادات على اعلى مستوى،
ملاعب عالميه موجوده بكل امكانياتها بكل قدراتها المحدده اللي هتلعب عليها البطوله. بقى لهم فتره كبيره جدا حتى من قبل ما يعلن القرار ان هم بيجهزوا نفسهم بيستعدوا وقدموا ملفاتهم وقدموا اوراق اعتمادهم، فكل حاجه جاهزه وكل مترتبه في عمليه التنظيم والامكانيات والقدرات والبنيه التحتيه للملاعب والمنشات الرياضيه واستضافه اللعيبه والاجراءات الاحترازيه، كل ده موجود في الامارات بشكل غير عادي في ابو ظبي. كمان الاجراءات الاحترازيه مشدده جدا هناك، يعني طبعا اولا ما بتركبش الطياره من هنا من القاهره الا ما تكون المسحه بتاعتك سلبيه. تمام. تنزل المطار في ابو ظبي على طول مسحه، قبل ما تخرج المطار بتعمل لك مسحه، وخلال من 6 ل 8 ساعات بتجي لك المسح على الموبايل بتيجي. لو حد عنده اي اصابات طلعت ايجابي على طول بيتم عزله في الاوتيل ويتم التعامل معاه. فالاجراءات الاحترازيه طبعا وقبل المباريات دي معموله على اعلى مستوى في العالم ممكن تتخيله بشكل غير طبيعي. يعني كل الترتيبات كل التجهيزات كل الاستعدادات دي موجوده. بالنسبه للنادي الاهلي بقى وجمهوره هناك، الاهلي يلعب في مصر يعني كانه هيلعب في استاد القاهره، يعني لو البطوله دي مقامه عندنا في القاهره مش هيكون في جمهور متاح للنادي الاهلي صح زي ما هيكون متاح في ابو ظبي، لدرجه ان تذاكر ماتشات النادي الاهلي بمجرد ما بتنزل بتنفذ فوق صدورها. يمكن حتى لما اعلن عن تذاكر مونتيري ما فيش جمهور الاهلي مش لاقي تذاكر هناك، ولازم تشك جدا وناس كتير جدا بتتصل نعمل ايه وما نعملش ايه، لكن التذاكر هناك نفذت. فالنادي الاهلي في ابو ظبي كانه بيلعب في استاد القاهره بالظبط، ما فيش مشكله خالص. جمهور الاهلي هناك دايما متلهف ودايما منتظر، والحقيقه الاهلي في الدول العربيه دايما بيكون وراه حشد غير عادي. يعني الجاليه المصريه هناك تقريبا كلها كل واحد بولاده بأسرته بالكاملة عندهم استعداد أو رغبة في أن هم يقفوا. أخيرا جالنا فريق مصر هنقف وراه ندعمه سواء المنتخب أو الأهلي أو الزمالك، الحقيقة دي حاجة عظيمة جدا من المصريين هناك، فدي لا خوف عليه. أعتقد أن الأهلي هيكون وراه دعم كبير جدا الجمهور، ودي هتكون نقطة مهمة جدا ربما تعوض الأهلي عن كثير من الظروف الصعبة اللي هو بيمر بيها أو الغيابات اللي موجودة أو النقصات اللي موجودة في صفوفه. ده هيشجع اللعيبة ويدفعهم بالرغم أن عدد كبير جدا من اللعيبة دي ما لعبتش بين 2000 مشجع قبل كده، لكن أعتقد أن وجودهم هناك والدفء اللي هيشوفوه من الجالية المصرية هيكون دافع كبير ليهم على بذل جهد كبير جدا في البطولة. طيب استاذ عصام، الايام اللي سابقه البطوله كمان التصور اداري رائع من النادي الاهلي انه يروح بدري 3-4 ايام اللعيبه الجدد تحديدا ياخدوا اللقاءات الجماهيريه دي بدري شويه، بس جمهور الاهلي هيصنع الحدث في البطوله طبعا اعلى شعبيه طبعًا. الناس وجماهيريه الناس بتقول كده ما شاء الله، يعني اهلينا واشقائنا في الخليج تحديدا بيقولوا كده دايما، بيقولوا الاهلي حضوره يعني انت عندك برهان بايع نفسه قبل حتى ما يوصل. يعني الحجز بيبدا من اعلان اسم الاهلي في اي بطوله حتى لو ماتش ودنا اوسي. انا طبعا انت شفت الجمهور في كاس العرب، الجمهور المصري عمل ايه؟ هو اللي قال عشان البطوله احيا البطوله خلى المدرجات كانها بطوله كاس العالم بتتلعب بالظبط، المدرجات يعني شبه مكتمله، يعني لو كانوا اتاحوا ان هي تبقى مكتمله كانت هتبقى مكتمله، يعني النسبه اللي كانت محدده النسبه صحيح بالظبط، يعني محدد مثلا نسبه 60% او 65% كانت بتبقى كومبليت والناس مش لاقيه تذاكر. سترى هذا في ماتشات الاهلي في كاس العالم للانديه. نتمنى النادي الاهلي يوفق في مباراه الاولى الصعبه جدا الحقيقه مع مونتيري، مع فرقه صعبه جدا وفرقه يعني نتمنى فرقه قويه وكمان نتائجنا معاها قبل كده يعني مش كويسه، فنتمنى يا رب نتمنى الوضع المره دي يكون مختلف شويه. اعتقد انا في ذهني ان الفوز في هذه المباراه عنوانه اداء رائع، والفوز الرقمي مش هيفرق، اللي هيفرق بالظبط خروج اكثر من لاعب بقى من شرنقه انه فريق الشباب، وقد تكون دي خطوه لان الاهلي خلاص بقى يشرف في فريق الرديف، يبقى عنده الفريق الثاني اللي يطلع منه ناس وينزل. وتجربه الامل رحمه الله كابتن جوهري عملها كابتن صالح بالجوهري الله يرحمهم هما الاثنين، ودي كانت بدايه الجيل الرائع، جيل التلامذه اللي تحولوا العمالقه محمود الخطيب وعد بقى زي ما انت عايز يعني. اكيد. طيب انا بالنسبه لي وبالنسبه لكل الساده المتابعين والمهتمين بالشان الرياضي، نجاح هذه البطوله في مشاركه الاهلي ووجود جمهور الاهلي، الاهلي هو اللي هيصنع الحدث في ابو ظبي مش تشيلسي الانجليزي. وجهه نظرنا مختلفه تماما عن وجهه نظر الاتحاد الدولي فيفا في اختيار بطل اوروبا، وان البطوله دي كلها بتتعمل عشان اوروبا. احنا كلنا شفنا السنه اللي فاتت في الدوحه لما بايرن ميونخ كان بيشارك، اللي صنع الحدث هو جمهور النادي الاهلي، واللي صنع الحدث في البطوله كان النادي الاهلي، وده يعني بشهاده رئيس الاتحاد الدولي جياني انفانتينو. تعليقك يا سدوس، يعني رايك كيف الكلام ده؟ لا طبعا ده كلام سليم 100% وكلام صحيح 100%. يعني انت هتقول لي تشيلسي يعني هيجي له الجمهور الانجليزي يشجعه هنا، ممكن يبقى ليه بعض الرواد، لكن في النهايه جمهور النادي الاهلي جمهور نوعيه مختلفه، يعني
بص الطينه مختلفه بتاعت جمهور النادي الاهلي، العشق للكيان مختلف، الحب للنادي الاهلي مختلف مهما كان. يعني حتى لو وديت فرقه 15 سنه هتلاقيهم مليين الملعب واقفين بمنتهى القوه وبمنتهى الدعم للفرقه في كل الظروف وكل الاحوال. اعتقد ان ده هيكون افاده كبيره للبطوله وللنادي الاهلي في نفس الوقت. اكيد. طيب في يعني استاذ عصام هرجع لك، لكن هطلع فاصل لان احنا عايزين نرجع برضو نتكلم على حضور جمهور الاهلي رغم شهاده رئيس الاتحاد الدولي رقم صحيح اللي قاله ده. هو خلي بالك هو الراجل بيقول ده دائما وهو واي رئيس، لكن هو تشيلسي بالنسبه له مش الجماهيريه، تشيلسي بالنسبه له المحافظه على السطوه الاوروبيه ببطوله اسمها بطوله العالم للانديه. اكيد. فلازم يراعيه عشان يدخل له اعلى مدخول، وهو كمان بايع دي ضمن باكج البطولات بتاعته. صحيح. طيب اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل لسه عندنا كواليس وكلام مهم جدا بخصوص مشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه، واخر اللقطات الحيه من مطار القاهره برضه هنستعرضها قبل تحرك الفريق الى ابو ظبي. الطياره ان شاء الله هتكون في حدود حوالي الساعه 4:10 بعد ساعه من الاعلان، لكن احنا مستمرين معاكم في التغطيه الحيه لمتابعه كواليس سفر البعثه. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل مكملين حوارنا مع النقاد الرياضيين الكبار الاستاذ عصام شلتوت والاستاذ محمد الروسي. اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما تابعتوا معانا يمكن كواليس بعثة فريق النادي الاهلي في مطار القاهره وهذه اللقطات الخاصه والحصريه على شاشه قناه الاهلي استعدادا للسفر الى ابو ظبي لخوض منافسات كاس العالم للانديه. شفنا طبعا يعني وجود وليد سليمان، حسام حسن، كريم فؤاد، محمد هاني، محمود وحيد، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات. بالمناسبه حسين الشحات يمكن تالق مع نادي العين في مشاركه مميزه جدا في كاس العالم للانديه، ان شاء الله باذن الله يكرر نفس الانجاز مع النادي الاهلي ويكون موجود يا رب باذن الله في المباراه النهائيه. طيب هرجع تاني لضيوفنا وفي نفس الملاعب. يعني جات له بقى حاجات جميله يقدر بالروح اللي استلهمها هناك لما لعب النهائي. بالظبط، ولعب فاينل قدام ريال مدريد وعمل مباراه كبيره جدا. طيب استاذ عصام كنا بنتكلم على جمهور الاهلي قبل ما نطلع فاصل، وقلنا وقتها جاني انفانتينو اشاد بجمهور الاهلي وان الاهلي في الدوحه صنع الحدث وعمل حاله في البطوله. لكن في هذه البطوله مع حضور الجماهير في ملعب النهيان هو جسح حوالي 15,000 متفرج، لكن الملعب بنسبه 80-90% هتبقى تذاكر لان يبقى فيه مساحات بس محدده مفتوح مقفوله بسبب الموضوع الكورونا صح. هل تتوقع الحضور الجماهيري بنفس الشكل في المباريات الثانيه ولا هتبقى مباراه الاهلي بس هي الحاله الاستثنائيه؟ اعتقد الاهلي والجزيره الاماراتي والهلال السعودي. والهلال السعودي طبعا دول مجلس التعاون الخليجي قريبه جدا من بعض، والهلال وراه برضو جمهور كبير يعني.
فدي المباريات اللي هتكون جاذبه يعني. لغايه ما يجي تشيلسي اكيد الناس هتبقى حريصه. خلي بالك دوله الامارات بكل مدنها يعني ما شاء الله بتعج بجنسيات عده يعني، اكيد هيبقى برضو بالنسبه لهم بطل افريقيا حاله وبطل اوروبا تشيلسي يعني، لا هيكون في حضور جماهيري مطمئن جدا يعني. طيب استاذ اوسي، لكن الاهلي بس هيبقى طاغي لانه تقريبا باع وخلصنا يعني، تذاكره خلصانه ما شاء الله. الاهلي هيبقى فرق كتير جدا يعني، هيبقى جمهوره موجود وجمهوره واضح وجمهوره مؤثر. طبعا زي ما انت حضرتك ان في قرب بين دول المجلس بين السعوديه ويقدروا يجوا بالعربيات، لكن في النهايه جمهور نادي الاهلي المتواجد مقيم. هناك مقيم في ابو ظبي، اشترى وخلصنا، اشترى وخلص. اعتقد ان ده هيكون ليه بصمه كبيره جدا على البطوله بشكل كبير. في كلام عن فتح الشراء في بقيه اماكن الملعب لو بقى تذاكر على اساس التسويق يزيد للجمهور اللي عايز يعني، الاهلي وفلان لو في مخصص للفريق الاخر ما خلصش هيفتحوا للحجز الجمهور الاهلي. بالمناسبه هو قدامنا لقطات كمان محمد محمود وعمار حمدي ولويس ميكيسوني. بصوا يا جماعه عشان الناس اكيد منتظره تعرف القايمه، اللي هيحصل بالظبط ايه كالاتي. يوم 3/2 النادي الاهلي هيعلن يعني بشكل رسمي القايمه اللي هتخوض منافسات البطوله، ال 23 لاعب اللي هيكونوا مشاركين بشكل رسمي في مباريات البطوله. النهارده الاهلي ممكن يسافر مثلا ب 25 ب 28 لاعب، لكن الفيفا طبقا للوائح محدد ميعاد اخر ميعاد قبل اول مباراه رسميه ليه ب 48 ساعه تسجل القايمه ال 23 اللي هتشارك بيهم. فبالتالي لسه عندنا مساحه وقت لغايه يوم الخميس الجاي الاهلي يسجل ال 23. ممكن يكون في لعيبه لا قدر الله ايجابي كورونا فهينتظر لغايه يوم الخميس، في لعيبه لسه مصابه فهيشوف خلال الثلاث اربع ايام الجايه في ابو ظبي تاهيلهم وجاهزيتهم. ممكن يشوف موقف اللاعبين الدوليين لو في امكانيه سفرهم من يوم 6 ليوم 8 او 9 الامارات ممكن يلعبوا ولا ما يلعبوش. كل الامور دي اكيد هتتضح يوم 23 يا استاذ اوسي، لان ممكن وده وارد بشكل كبير جدا ان الجهاز الفني يؤيد 4-5 من اللي بيشاركوا مع منتخب مصر في القائمه ال 23. ماشي، ده يبقى السؤال وماذا لو ايدتهم وما قدروش يلحقوا بيك؟ هتعمل ايه؟ يبقى انت اضعت اماكن عندك في القائمه وسبت لعيبه بره. يعني بص يعني هو الاهلي الحقيقه ده مأزق كبير جدا، كلنا شايفين مأزق، ما تعرفش تعمل فيه. الحل انك انت هتعتمد على الواقع اللي موجود قدامك. انا ما اقدرش اي جزء فني مهم لا مش موجود عنه بقى. ليه بقى؟ لان انا باي يعني وش كروي اقابل لاعبتي وانا مسجل لهم ثلاثه مش في ايدي بالظبط، انا احسن ادعمهم هم مش معايا منهم. هم بس مش معايا يوم 5 فبراير. لا ما هو ما فيش ميعاد بقى يعني، دي بطوله بخروج المغلوب يا استاذ محمد يعني، دي مشكله يعني لو الرانكا محمد محطوط انه مواعيد هنروح 5 منتخب مصر حاجز للاعيبه الاهلي يوم 6 فيجوا يوم 7 فده كده اوريدي اللعيبه تشعر انهم معاهم، لكن انا هايدهم عشان اذا قدروا يجي الاوسي اللي اداني الفكره. طب ما انا احسن لي اقول للرجاله اللي معايا انتم الاهلي، ما هو الاهلي بمن حضر، طب دعم بقى المنطق يعني وجهه نظر. بس انت عندك مساحه مباراه يعني، لا قدر الله اذا خسرنا اول ماتش عندك الماتش الثاني يوم 9/2 وبين 6/2 ل 9/2 انت بتقول للاعيبتك ايه؟ ان انا الاوسي ومحمد سعيد وعصام ما ينفعش مثلا من غير اسلام الشاطر؟ لا، ايه اللي انا اصدره لهم ده؟ ان انا مستني لعيبه عليكم الا اذا كانت في جدول. ما انا بقول لك اهو بالظبط، ما هو في جدول، هو انت في النهايه يعني يعني تصل الاحوال لو في جدول مسبق يعني معلوم للنادي الاهلي بالظبط وفريقه وجهازه انه هينضم لنا لعيبه زي ما انت قلت على علي معلول في ميعاد اهو انه يبقى هناك، زي ما قلنا على ديانج هيوصل القاهره. ما اكيد كده في جدول، اكيد كده في جدول، دليل حتى ان علي معلول النهارده في الامارات قبل البعثه المتواصله. خلاص علي وديانج جدول الا لو في جدول ان الاهلي متفق على حجوزات بعينها للعيبه بعينها ومن بدري هيقول دول ضمن ال 23، مش لسه هيفكر طب ما انا بسجلهم يوم الخميس هنعرف. انا بقول لان يوم الخميس هتعلن القايمه الرسميه، هو سايبها للخميس عشان كده، فلما تعلن على بعضها تعلن وهو متاكد، مش هو لسه بيدور على رود طيران لان ده يضعف الموجودين. وغير كده ان ده في مشكله، انت اخر ماتش منتخب مصر يوم 6 وعن الاهلي يعني النتيجه ايا كان النتيجه، ما بقول لك ايا ما خلاص ايا كان النتيجه انت هتلعب يوم 6 هتلعب الماتش الفاينل او بالظبط في النهايه يوم 6 يعني. طب والاهلي عند انت بتقول عنده ماتش يوم 9 هيسافر يوم 7 هيريح يوم ويلعب، العمليه فيها صعوبات كبيره جدا وفيها اجهاد وفيها مشاكل كبيره جدا بالنسبه للنادي الاهلي. لكن اعتقد ان ده قرار فني هيحسمه المدير الفني ويشوف اكيد بعد الاتصالات وبعد كل المعلومات اللي هتبقى متوفره لديهم اعتقد هيقدر ياخد قرار بناء عليه. يعني قدامنا كمان اهي بشويه الخبره يعني، قدامنا لقطات اهي كمان لوصول اعضاء مجلس الاداره الاستاذ طارق انديل والكابتن حسام غالي.
وصلوا لمطار القاهرة الدولي. منذ لحظات برضو شفنا دكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، وبالتأكيد هيبقى برضو ليه دور مهم جدا في مسألة البروتوكول الخاص بالكورونا واللجنة الطبية والإجراءات الاحترازية، أمور مهمة جدا. لكمان دكتور محمد شوقي عنده خبرات كبيرة في المجال ده، وكان موجود مع بعثة النادي الأهلي في الدوحة العام الماضي، وكان في شغل مميز جدا في مسألة تطبيق الإجراءات الاحترازية. والحمد لله يمكن يعني ما فيش ولا لاعب أصيب بفيروس كورونا في البطولة السابقة. أي نعم، أو صحيح البطولة الحالية مش هيبقى فيها نفس الإجراءات الاحترازية، ما فيش البابل، ما فيش الفقاعة الطبية، لكن أكيد برضو هيبقى في دور مهم جدا كناحية طبية، اللي أصبحت جزء لا يتجزأ من شغل أي مدير فني زي مباراة الكاميرون. يعني هو ما فيش الفقاعة، ما فيش بتاع، لكن في اللي هي البي سي ار ده موجود. بص، البي سي ار في الامارات كلها ده رقم واحد، حتى لو معاك التطعيم، حتى ما التطعيم ده يمكن ما سافرت المطلع الشهر يناير ما حدش يسألك عن التطعيم. هو انت عامل بي سي ار في مصر، بتركب بيه الطيارة، تنزل المطار تعمل بي سي ار، تخش اي حدث لازم يكون معاك بي سي ار. ده معنى كده ايه؟ ان قبل المباراه يعني المطار فيه بي سي ار، قبل المباراه فيه بي سي ار. مهندس خالد مرتجي كمان هو رئيس البعثه وعضو مجلس الاداره، وصل ايضا لمطار القاهره الدولي. هو كان امين صندوق النادي الاهلي وعضو مجلس الاداره. وعلى فكره المهندس خالد مرتجي كان قايم بدور مهم جدا كمنسق للملف ده مع الاتحاد الدولي لكره القدم من بدايه الشغل العملي، اول ما تحدد النادي الاهلي بطل الافريقيا. من بدايه اللعبكه واجتماعات ورش عمل مع الاتحاد الدولي، وعارف كل صغيره وكبيره مع الاتحاد الدولي في هذا الملف يا استاذ وصي. لا طبعا، مرتجي وزير خارجيه النادي الاهلي، وبقى وزير ماليه كمان، دمج وزيرتين في بعض دلوقتي يعني. فطبعا الاهلي بذل جهود كبيره جدا، لكن في حدود ما الاهلي ليس بيده شيء افعاله يعني. القرار ده بيحاول يقدم يعني لهم عروض يعني لحلول. النادي الاهلي يعني تواصل مع اتحاد الكوره، تواصل مع الاتحاد الافريقي، وحط لهم كل الصوره، وشرح لهم كل الظروف، وشرح لهم كل الملابسات، لكن في النهايه ما بيد حيله يعني. وقع المحظور ووصل النادي الاهلي الى ابو ظبي، وهو ينقصه ما لا يقل عن 11 لاعب من اللعيبه الاساسيه اللي موجوده عنده بسبب تضارب المواعيد. كان ممكن، انت طبيعي جدا، كلنا بنقول ان منتخب مصر دايما بيشارك في اي بطوله بيبقى مرشح، مش ان يوصل لادوار النهائي، ان ياخد البطوله. صحيح، في كل طول عمر مصر كده. انت دي المره 16 اللي بتوصل فيها للسيمي فاينال على عمر 33 بطوله، فده طبيعي جدا انك توصل. انت منتخب مصر اللي عندك الرقم القياسي للفوز بالبطولات، فلك اسمك ولك تاريخك ولك قيمتك، فهتوصل بفضل الله، هتوصل والحمد لله بفضل من ربنا سبحانه وتعالى. وصلنا الى هذه المباراه، وهنلعب بالسبع مباريات بتوعنا كاملين. كان لازم الفيفا يعمل حساب ده، والاتحاد الافريقي يعمل حساب ده. انت مش بلد قليله متوقع انك تخرج من الادوار الاولى، فما فيش مشكله والامور هتتحل، دعا المشكله تحل بعضها ببعضها. لا طبعا يعني، فهم طبعا تعاملوا بتساهل مع الموضوع، وتعاملوا بعدم اهتمام، سواء الاتحاد الافريقي الذي لم يراعي مصلحه الاهلي، او الفيفا الذي لم يراعي مصلحه القاره الافريقيه بالكامل الحقيقه. تمام، تطبيق التحليل البي سي ار واجراءات الكورونا، حتى لو ما فيش فقاعه طبيه، اعتقد احساس النادي الاهلي هيطبق ده حتى هناك وموجود في ابو ظبي. لازم، الاهلي خلاص بقى من رواد الحكايه يعني. الاهلي دايما اي تطور جديد، سواء فيروس كورونا اللعين اللي هاجم العالم، او حتى قبله القواعد الطبيعيه، انه مثلا الناس يتقلم ما يستلموا غرفهم ما يخرجوش، فمش هيخرجوا، مش عارف سيب التليفون هيسيب التليفون. الاهلي دايما سباق في طبيعه ما هو التزام، وبالتالي هو هيكون حريص على ده على راي الاسم. انت مش ناقص فقد اخرين يعني، وهتلاقي التعليمات، انا متاكد لان دايما كنا داعمي الاصفار يعني مع بعثات النادي الاهلي، هتلاقي التعليمات واضحه، مفيش بقى استقبالات لحبايبنا اللي هناك وكذا، حتى دي مش هتبقى يعني، هيحط اجراءات اكثر دقه من اي مرات سابقه، لان المره دي مفيش فقاعه. بس عايز اقول لك على حاجه برضو، في الامارات كلها تحديدا مفيش حد بيمشي في الشارع الا لما يكون سلبي كورونا. مفيش حد بيمشي في الشارع الا لما التطبيق كمان موجود معاه. مفيش، بص، في تطبيق موبايل احتراز. اولا اي مواطن، اي حد هناك مقيم هناك، خلال 14 يوم لازم بي سي ار، لازم البي سي ار اللي ما عديش 14 يوم يعني. كل اللي موجودين هناك، لو انت مثلا لو رايح اي مصلحه حكوميه لازم قبلها ب 48 ساعه يعني. رايح مثلا تعمل باسبور لازم يكون معاك بي سي ار قبلها ب 48 ساعه. رايح ترخص عربيتك لازم يكون معاك بي سي ار مرورا لو معاك بي سي ار. مفيش فان هناك الدنيا الحمد لله ما فيهاش القلق اللي ممكن يفكر الخطوره. لا مش قلق، أنا النادي الاهلي دائم ايجاد ما هو منطقي من قرارات يعني. لا طبعا انه مثلا قد يكون الموضوع ايه، كله ماشي، لان الاجراءات على الشعب كله وعلى الضيوف. مثلا يقول لك ايه، لا بلاش تتواجد في وسط 50 مشجع يعني. هتلاقي الاهلي عنده ضوابط خلاص بقت هي ايه، هي كمان عشان ما فيش حد يستبعد المباريات. لا لا، بعيدا
ده طبيعي الاستبعاد عن اي شيء. خلاص هي بقت القاعده ان اللاعب الاهلي ملتزم تمام بايه؟ بقرارات فاعله موجوده معاه بيتسلمها في كل مهمه بيخرجها حتى لو ماتش في برج العرب. ما هو المسموح وما هو الممنوع؟ شان احترافي طبيعي يا جماعه. لا ده طبيعي. لفت انتباهي حاجتين في سفريه الاهلي او بعثه الاهلي الى الامارات. اولا في منسق امني مع البعثه العميد علاء صلاح. العميد علاء هيكون هو المنسق الامني للبعثه. وفي جزء تاني متعلق بالناحيه التسويقيه لان في اداره للتسويق مسافره مع البعثه كبير من خلال الامير توفيق، وفي عدد من العاملين في اداره التسويق، من كمان وجود الاستاذ طارق انديل عشان لجنه العضويات والعضويات اللي ممكن تبقى هناك كتسويق للعضويات بالظبط. الملفين دول مهمين جدا برضو لازم اناقشهم مع الملفات اللي اتكلمنا فيها، ولكن كل ده ولكن بعد الفاصل. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نتواصل في الحديث مع النقاد الرياضيين الاستاذ عصام شلتوت والاستاذ محمد الروسي، وهنتكلم على ملف العضويات وتسويق العضويات في مشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه، وايضا كمان التنسيق الامني لسفر بعثه رسميه لمشاركه في هذه البطوله الكبيره، مشاركه الاهلي في ابو ظبي. اهلا بحضراتكم من جديد، ومستمرين في التغطيه الخاصه والحصريه والحيه من مطار القاهره الدولي لسفر بعثه الاهلي الى الامارات لخوض منافسات كاس العالم للانديه. قبل الفاصل كنت هطرح بالتاكيد على ضيوفي حديث مهم جدا بخصوص ملفين، ملف المنسق الامني ووجوده ضمن البعثه الرسميه، ده دور مهم جدا للتنسيق الامور كلها لوجستيه مع اللجنه المنظمه، وايضا كمان جزء تسويقي مهم جدا. النادي الاهلي دايما بيستغل المشاركه في مثل هذه الاحداث الدوليه لعرض امور كثيره جدا خاصه بالنادي الاهلي. المره دي كان التفكير خارج الصندوق، وهو امر متعلق بتسويق عضويه النادي الاهلي في الامارات لما يملكه النادي الاهلي من شعبيه وجماهيريه كبيره جدا في الامارات. هيكون الترويج لعضويات النادي هناك على هامش بطوله كاس العالم للانديه، وتم تحديد مواعيد اللقاءات خلال ايام 2 و3 و4 فبراير بالنادي المصري في دبي، ويوم 6 في أكاديمية النادي الأهلي في دبي، وأيضا يوم 7 بالنادي المصري في عجمان. دي المواعيد الرسمية اللي النادي الأهلي هيكون موجود فيها في هذه الأماكن خلال 2 و3 و4 فبراير في النادي المصري في دبي، ويوم 6 في أكاديمية النادي الأهلي بدبي أيضا، ويوم 7 بالنادي المصري في عجمان. ده عشان يتم تسويق العضويات من خلال سفر وفد من النادي لترويج هذه العضويات في الإمارات، وتعريف الجالية المصرية بمقر النادي الأهلي الرسمي في الجزيرة وفروعه المختلفة سواء في مدينة نصر الشيخ زايد التجمع الخامس وما يضمه من منشآت وملاعب وصالات ألعاب وحمامات سباحة ومناطق خدمية وترفيهية وملاعب للأطفال وفقا لأحدث النسق أو النسق العالمية. كمان هيوفر وفد الأهلي خدمة فورية لأعضاء الجالية المصرية بالإمارات تتمثل في الحصول على كرنين نادي سواء العضوية العامة أو عضوية الأفرع فور دفع الرسوم المقررة، وذلك دون الحاجة إلى الانتظار لحين العودة إلى القاهرة. الوفد بيضم الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة العضوية، ومريان نائب مدير التسويق مريان ديمتري، وأيضا كمان الأستاذ محمد رمضان نائب مدير الاشتراكات. أستاذ عصام، كلام مهم طبعا. بعثة محترفة، بعثة فيها يعني كل ما يمكن أن يكون أهداف، هدف فني مع الطاقم الفني واللاعبين، هدف تسويقي إدارة التسويق، وفي نفس الوقت أعضاء مجلس الإدارة اللي موجودين تم اختيارهم بعناية. ليه؟ علشان طارق أنديل طبعا صديقنا العزيز ولجنة العضوية، وبالتالي طرح عضويات أفرع النادي الأهلي ومقره الرئيسي طبعا الجزيرة على الراغبين في عضويات سواء مقصد حسب بقى أنظمة الدفع بالظبط زي كبريات الشركات ما بتسوق لنفسها. ما هو ده المنبثق عن كيان الاهلي وتواصل برنامج عائله الاهلي بشركاته باحترافيته بكذا، وبالتالي ده هيعمل زخم مهم. على فكره كان احيانا بيسال السؤال ده، واللي عايز يشترك في النادي الاهلي او في اي نادي يعني يعمل ايه؟ خاصه اهالينا المغتربين يعني او المقيمين في الخارج، ما بحبش مغتربين دي. وبالتالي تروح تلاقيه هو عنده الأسئلة دي زي ما بتروح كبريات شركات العقار أو غيره من المنتجات للتسويق. يعني أنت هنا ضربت يعني عصفورين بحجر، أن أنت تخرج في مهمة تسويقية تستفيد من السفرية
تعرض ناديك على جمهوره المحبب. وخلي بالك هيكون هناك ايضا في الفايل عضويات اللي هي تمنح لغير المصريين، ليها نظام برضه شهريه اللي ليهم تواجد واعمال في مصر. الانديه بتديهم عضويات اعتقد بتبقى كل 6 شهور حاجات كده، لكنه لا يملك طبعا حقوق العضو كامل الاهلي او التصويت يعني. فده شيء عمل ايجابي الحقيقه يعني. لا والحقيقه الفكر التسويق اللي الاهلي شغال بيه يمكن بيتطور يعني، هي الفكره ليست مستحدثه يعني. انا اذكر النادي الاهلي من 2005 و2006 و2008 لما كان بيروح اليابان وكان المهندس عادل القيمه مسؤول عن التسويق والتعاقدات، كان دايما بيبقى برفقه البعثه لمتابعه التسويق على مستوى العالم وتقديم اي صوره اي حد محتاجها عن النادي الاهلي، بيشوف التجارب اللي موجوده في اوروبا. وكان اعضاء مجلس اداره بيروحوا يمكن سراج وخد مرتضى كان بيروح اوروبا وريال مدريد، ويكون في لقاءات مرتبط بيها جزء كبير منها بعمليه التسويق. الفكره بقى الجديده انك انت بتسوق لعضويات، انك بتطرح عضويات لمصريين مقيمين، وعارف ان هناك عدد كبير جدا من المصريين ليهم تساؤلات زي ما قال الاستاذ عصام، انت بتروح تجاوب لهم على التساؤلات وبتحل لهم المشكله، بل انك ممكن تمنحهم العضويه فورا وتمنحهم الكارنيه، وده اعتقد انك بتسهل وصول الخدمه. اوبشن تحفيز بالظبط بالظبط، حتى مش بفرحه استلاب الكارنيه ما دام اتم الاجراءات، مش هيستنى يرجع القاهره. لا ده خلاص هو خلاص هيعمل ادويه النادي الاهلي، هيقدم لك كل العروض، واكيد يعني بيقدم فيها تسهيلات كمان بالنسبه لهم. فاعتقد ان ده حاجه مهمه. ده فوق كده انك بتعمل تسويق في حاجات تانية جدا، عندك ممكن تعمل ستور للاهلي هناك. انا في ناس كتير جدا بره مصر دايما بتسالك على ازاي نوصل لتيشيرت النادي الاهلي. اعتقد ان الاهلي شغال على الموضوع ده سواء في الدول العربيه او حتى في الدول الاوروبيه، موجوده كتير جدا وجاي افكار كتير جدا على اونلاين تقدر تعمل حاجات كتير. الاهلي داخل في مرحله تسويقيه كبيره جدا على مستوى عالي، بل انه بيستلم افكار من تجارب تسويقيه تناسب ظروفه ويقدر يستفيد بيها ويقدر يدعم النادي الاهلي، لا سيما وان احنا بنمر بظروف صعبه جدا. يمكن كورونا منذ يعني مطرت على العالم والاوضاع الماليه في الانديه صعبه جدا. فانت محتاج افكار دايما خارج الصندوق، محتاج افكار تدخل لك تعمل لك مداخيل ماليه بشكل مستمر بعيد عن الحاجات التقليديه اللي اتضربت بشكل كبير جدا. اعتقد فكر مهم جدا بيتابعه النادي الاهلي، وان شاء الله سياتي ثماره مستقبلا. من ضمن النواحي التسويقيه كمان انت بتسوق التيشيرت والشعار النادي الاهلي كمان في كاس العالم للانديه. طبعا والاهلي على فكره اكيد هيبقى عنده راعي عملها قبل كده في السوبر، وفي شركة في البطولة عربية طيبة خدت الرعاية بخمسة مليون. لا بص، لأنه القاعدة موجودة زي ما قال أستاذ محمد، ده من بدري من أول ما الأهلي بدأ يجيب فرق أجنبية مع بداية قيادة الكابتن صالح، وسبحان الله كان معاك كابتن حسن ربنا يديله الصحة وكابتن الخطيب، يعني تزامل معاهم الرئيسين كابتن حسن ربنا يديله الصحة وكابتن الخطيب ربنا يكرمه وفريق يعني مجلس الإدارة. فخلاص انت عندك كل البيزك، بل كمان عملت قواعد بقى البيانات ودخلت التسويق من اوسع الابواب، وبقى ليك علاقات عالميه مش بس قاريه او في محيطك العربي. هنا بقى فكره التواصل الدائم بيساعدك فيها، ان انت مش رايح تخش امتحان يعني وانت يا دوبك مذاكر بالليل، لا انت رايح تقدم حلول تسعى لتسويق لدرجة توصل كويس. ان حضرتك قلت لنا توصل لانك انت تبيع السوفونير بقى بتاع البطولة دي، تعمل عليه ماركتينج لوحده، يعني اللي هو التيشيرت اللي الاهلي هيلعب بيها كاس العالم للاندية وشعار البطولة الخاص بيه. لا الدنيا هتمشي في السكة دي. وانا يمكن كنت انا والاستاذ محمد موجودين برضو في البيت الكبير وقلنا كده، ما هو الاهلي لازم يعني يبقى محطوط عليه، لانه الاهلي اولا سابق، ثانيا ما بيشتكيش من ازمات وما بيستلفش وما بيستدنش ومعلوش متاخرات وما بيخافش من صاحب العماره وهو راجع دافع الايجار وكله تمام يعني. مع ان الظروف صعبه جدا طبعا. بص دعنا نعترف ان الوضع المالي الوضع المالي اللي فيه الانديه، هو مش معنى ان الاهلي ما بيصرخش ولا ما بيصوتش وما بيتاخرش فلوس اللاعبين بس دايما بيدور على الموارد. بقول لك دايما ده مش معناه ان الوضع المالي وردي، طبعا وردي، لكن في صعوبات كتيره جدا خلينا نعترف يعني. الاهلي كمؤسسه كبيره جدا عنده ما يحميه وعنده ما يستطيع ان يخليك واقف على رجليك ويخليك مستور، لكن الحقيقه في ازمه ماليه كبيره جدا بتعصف بكل المؤسسات الرياضيه ليس اللي موجوده في مصر بل في العالم الحقيقه يعني. طيب اقامه المباريات على استاد محمد بن زايد ده ملعب نادي الجزيره
واستاد ان نهيان بنادي الوحده الاماراتي. الملاعب دي بمدى امكانياتها وطبعا استاد محمد بن زايد في نادي الجزيره ده اكبر شويه. مدى جاهزيه هذه الملاعب لاستقبال كاس العالم للانديه في ظل وانا يمكن بشوف من شويه وبقرا اخبار خاصه بالملاعب في الامارات يمكن بيقول هيتم استخدام احدث التقنيات في تعزيز جوده العشب الخاص بارضيه الملاعب المستضيفه للبطوله. بص يا استاذ محمد, ملاعب الامارات واللي موجوده في ابو ظبي او محمد بن زايد او ال نهيان من اجود الارضيات اللي موجوده على الملاعب اللي ممكن تشوفها على مستوى العالم الحقيقه, يعني سواء في ارضيات الملاعب او غرف الملابس او المدرجات او طريقه حجز التذاكر, كل الحاجات دي موجوده مش هتخليك تفكر انك هتواجه مشكله الحقيقه. يعني اعتقد ان الامور مستقره بدليل ان هم يعني لما قالوا ان عايز ادور كاس العالم ليه مش لسه جاهز واعمل, لا انا جاهز ومستعد للتنظيم وللاستضافه في اي وقت, زي مثلا وهكذا الدول اللي لديها بنيه تحتيه اساسيه زي ما كاس الامم الافريقيه في 2019. دول انك انت كمصر دوله ثابته واقفه على رجليها ولديها بنيه تحتيه ما تقدرش تاخد البطوله في اربع شهور. الكاميرا رمضان ما بقول لك الكاميرا داخله في ست سنين يعني علشان تستضيف البطوله يعني, وحتى بعد ما استضافتها في مشكلات. فالحمد لله يعني سواء عندنا او في الامارات هتلاقي بنيه تحتيه رياضيه تقدر على استضافة كبرى البطولات في أي وقت الحقيقة. كل ما جالك استاذ عصام بيطلع فصل. لا يلا بيدي يلا السؤال الجاي كل استاذ عصام شلتوت, وهنتكلم كمان عن دور المنسق الأمني للملف ده مهم جدا. يمكن أنا من خلال سفرات كتيرة شفت الأهلي مهتم جدا بالجزئية دي في التنسيق ما بين اللجنة المنظمة المحلية مع الفيفا في البطولات الكبيرة أو حتى في البطولات الإفريقية. أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل أرجع بسؤال زي ده مهم جدا للأستاذ عصام شلتوت. اهلا بحضراتكم من جديد ومستمرين في التغطيه الخاصه والحصريه والحيه من مطار القاهره الدولي لسفر بعثه النادي الاهلي الى الامارات للمشاركه في حدث كبير كاس العالم للانديه اللي هينطلق ان شاء الله يوم 3 فبراير, واولى المباريات امام فريق مونتيري المكسيكي يوم 5 فبراير الساعه 6:30 بتوقيت القاهره على ملعب النهيان ملعب نادي الوحده. استاذ عصام كنت هكلم معاك في ملف مهم جدا وهو متعلق بالمنسق الامني. احنا اتكلمنا في الامور الفنيه والامور الاداريه والامور التسويقيه وحتى الشان الجماهيري, لكن الدور الامني ده مهم جدا, ويمكن من خلال متابعتي دايما لكل رحلات النادي الاهلي دور المنسق الامني ده بيبقى دور رئيسي سواء في المباريات الافريقيه او في الاحداث الدوليه. خلال سنوات طويله كان العميد محمد برجان قايم بالملف ده بشكل ممتاز جدا. صحيح. وحاليا في هذه البطوله هيكون موجود العميد علاء صلاح. طبعا منذ اعلان فكره انه كل فريق يمتلك منسق امني ومنسق اعلامي للتواصل بين الفرق وبعضها وبين الفرق والاتحادات وفي البطولات المجمعه حتى المنتخبات, والاهلي اشتغل على الملف ده مع العميد مرجان ربنا يمسيه بالخير يعني ووفقه, ثم الان اللواء علاء مسؤول الملف. ليه؟ لان انت بتحتاج ده وبنشوفه في كل ملاعب العالم, ده الراجل اللي بيبقى مسؤول عن ما هو تحرك للفريق والمسؤولين والبعث عموما, حتى لو الجمهور جاي هو اللي بيبقى عنده المعلومات عن الجمهور, طرق الذهاب والعوده, لاعبته هتتحرك فين, مين يقرب من مساحه ومين ما يقربش. مزبوط. لابد من انه تفاصيل كثيره جدا جدا تحت مسمى ما هو امن الفريق والبعثه, وزي ما قلت لحضرتك لو جماهير مرافقه في اي ملعب من الملاعب حتى لو ملعبك, يعني حتى لو في استاد الاهلي والسلام, او ان شاء الله لما الاهلي يعمل استاد الاهلي هيكون التنسيق الامني حاضر في كل مباريات, واحنا بنشوفه اللي هو بيمنعك انك تيجي من غير ما يبقى في ضوابط شرطيه, لا هو ده بقى اللي بيبقى قادر على استدعاء حتى الشرطه او امن الاماكن حين يتطلب الامر منع خارجين عن القواعد, مش هنقول القانون, عن القواعد المنظمه. عشان كده يا جماعة بصوا أي حاجة بتحصل الأهلي عامل قاعدة يا جماعة البيزك فيها انتهى تقريبا من تسعينات القرن الماضي, وبدأ تطويرها كمنظومة عالمية احترافية في أولا قارتنا, ثانيا محيطنا العربي وربما الشرق الأوسط, وهكذا بقى بتدخل انت كل حاجة سايب لها مكان. عارف اللي عنده تابلو كهرباء أوسي كل ما يعمل خط جديد مش محتاج يدقدق في الحيطة يا دوبك يروح مركب المفتاح بتاعه, يروح مركب المفتاح بتاعه, يروح مركب المفتاح عامل بتاعه, عامل حسابه في كل حاجه بالظبط, لانه القواعد كلها مبنيه جيل بعد جيل على انك تصل لعالميه النادي الاهلي. اللي لما بتقول لحد يقول لك يا عم انتوا بتقولوا كده, يا عم احنا مش درويش, احنا ناس بنفهم وبنقدر ونتمنى ان النموذج الاهلاوي ده يعمم كنادي كاداره, سيبك من مين بيغلب مين, ودي اصغر حته يعني واقل حته مرضيه للجمهور طبعا, لكن احنا بنتكلم ازاي انديتنا تبقى
ما هياش عاله تبقى عندها صناعه البهجه وصناعه الامن القومي الخطيره دي اللي اسمها كره القدم، ازاي تبقى نافعه لاوطانها وخلق فرص عمل. كلام كبير فعلا يا جماعه. الاهلي يعمل على هذا الملف باحترافيه شديده بالغه تصل بيه للعالميه الكامله قريبا جدا، وقولوا الراجل ده قال. بمناسبه صناعه البهجه، الحقيقه يعني شفنا ازاي كره القدم بتتحكم في الحاله المزاجيه للناس وللشعب. شفنا ازاي الشعب المصري كله امبارح كان في حاله مزاجيه ونشوه غير عاديه بعد الفوز على منتخب المغرب، لان الناس كانت قلقانه جدا وكان في نوع من التوتر الكبير جدا الحقيقه طبعاً. قبل المباراه ده على خلفيه نتائج مبارياتنا مع المغرب يعني، فكونك انت تظهر بالشكل ده بعد كمان ماتش كوت ديفوار وتقدم بالشكل ده تلعب بجد يعني، كنت هتلاقي الحاله المزاجيه للناس كلها رائعه وجميله. وهكذا الاهلي دايما صاحب الشعبيه الكبيره والجماهيريه العريضه اللي موجوده في مصر والوطن العربي، ليه دور كبير جدا في التحكم في المزاج بتاع الناس، حتى الناس تلاقي الناس رايحه شغلها وهي مستريحه وهي مبسوطه. بصوا يا جماعه يعني رضا من رضا ده ليها دور في المزاج وفي العقليه وفي الارتياح النفسي موجوده، ده بيحسسك بنوع من النشوه ونوع من الانتصار مع المنتخب الوطني، بتحس بالفخر الوطني على مستوى وطنك انك انت قدرت تحقق ده. لان الرياضه مش مجرد ان الكره بتتلعب، لا دي الرياضه دي هي اللي بتبرز لك صوره البلد كلها بشكل عام. الاستقرار والثبات والتحضر، اي بلد ما فيهاش ثبات ولا استقرار وتحضر مؤكد ما فيهاش رياضه، ما فيهاش فن محترم، ما فيهاش حاجات لها قيمه، فيهاش قوى ناعمه جديده. هي القوى الناعمه دي اللي بتوصلك يعني شوف القوى الناعمه في البرازيل، وانت اول ما تجيب اسم البرازيل ايه اول حاجه بتخطر على بالك؟ كره القدم. لما لاعب زي ميسي بتذكر بتفتكر الارجنتين، رونالدو البرتغال، صلاح مصر. صلاح قيمه كبيره جدا وقيمه عظيمه جدا، مش مجرد كره بتتلعب وما الناس بتجري وراها، لا الدنيا مختلفه تماما. فاعتقد ان ده النادي الاهلي بيشتغل عليه كما الدول الكبرى بتشتغل عليه وكل المؤسسات الكبيره الحقيقه بتشتغل عليه. هو تعريف كره القدم عالميا من 40 سنه صناعه بهجه وامن قومي، تعريفها كده في كل العالم من 40 سنه مضت. فعلا هناك شعوب كانت بتبقى على شفا حفره يعني بسبب مثلا حكومات. الارجنتين 78 كاس العالم انقذها من يعني حرائق داميه، يعني صناع التاريخي او المحبين للاطلاع يشوفوا ده في ملفات مخابرات. فرنسا 98 الحزب الحاكم كاد ان يعني تعصف به الكتله المضاده لولا ان فازت فرنسا بكاس العالم. ده الرئيس ساعتها لبس تيشيرت تحت بدلته، الناس بقى الفرنسويين بتوع الكلاسيكيات لبس تيشيرت تحت بدلته، تيشيرت جاك شراك في نهائي فرنسا عام 98. وبالتالي هي صناعه امن قومي وصناعه بهجه في نفس الوقت، وبتصنع نوع من الود والقرب والسلام بين الدول. طبعا الاهلي لما بيلعب في اماكن يعني بيقدم صوره لمصر عن الكره المصريه وعن النادي الاهلي. منتخب مصر لما بيلعب مع دول كتيره جدا برضه بيقدم صوره وبيعزز العلاقات وبيقرب ما بين الشباب وبين الروح اللي موجوده يعني. سلوك كثيره جدا. طيب قبل ما اروح المحور الخاص بمنتخب مصر، عايز اختم معاكم بمنتخب مصر والاداء اللي حصل في كاس الامم الافريقيه، بس عايز اكد على فكره ان حتى اللاعبين المصابين في الفتره الاخيره البعض كان بيتوقع ان مش هيكونوا موجودين حتى مع البعثه. فكره المشاركه من عدم المشاركه ده هيتحدد الفتره اللي جايه، لكن بيرسيتاو، محمد محمود، حسام حسن، يعني كل اللعيبه اللي كانت مصابه الفتره اللي فاتت هتكون موجوده مع البعثه في ابو ظبي لاستمرار التاهيل. برنامج التاهيل، لان الناس كلها موجوده في كاس العالم، فبالتالي مش هيكون في حد موجود مع اللعيبه هنا عشان تكمل فتره التاهيل. يمكن هو الوحيد اللي بعيد شويه ومش هيكون موجود مع البعثه هو صلاح محسن، لان هو عمل عمليه جراحيه في مشط القدم. وايضا كمان اكرم توفيق اللي حاليا موجود في المانيا بعد نجاح عمليه رباط الصليب، نتمنى له يا رب باذن الله يرجع بالف سلامه خلال الفتره الجايه. لكن بيرسيتاو، محمد محمود، حسام حسن موجودين مع البعثه في الامارات لاستكمال برنامجهم التاهيلي، لعل وعسى يمكن احنا بنشوف البرامج التاليه ممكن اسبوع وتلاقي لعيب راجع بعد ما كان بيقولوا غياب شهر يا استاذ قصي. لا يعني طبعا دلوقتي في برامج طبيه وبرامج استشفائيه وبرامج علاجيه، حاجات متقدمه جدا بتوفر لك جانب كبير جدا من الوقت الحقيقه يعني. لكن برضو في اصابات لازم تاخد وقتها. هي مودة صحيح. ما تقدرش. الفريق حاليا هو في الطياره خلاص. يعني خلاص هيطيروا ان شاء الله بخير ويرجعوا غانمين سالمين باذن الله. يا رب. في اصابات بتحتاج لازم تاخد وقتها يعني، العضله دي ملهاش يعني، لما يحصل التمزق بيبقى ليها مسافه زمنيه لازم ترجع فيها. لما الشد ليه وقت زمني وهكذا يعني، في كل الاصابات زي الرباط الصليبي ليه وقت زمني ما تقدرش تتجاوز فيه. لكن لما تكون في حاجات محتاجه استشفاء وتاهيل في حاجات بتسرع من الوقت ده وتقلل لك من الوقت وتختصر لك الزمن في هذا الامر يعني. اتمنى ان لعل وعسى استاذ سعيد حد يلحق وينقذنا من هذا النقص العدد الكبير يعني.
ده احنا بندور. لا انا بقول لك، انا بقول لك فعلا ان شاء الله البطولات الكبرى دي ليها لازمه، صانعوها ناس يعني حكماء فعلا من رحم يعني المعاناه قد طولت يعني بطولات وابطال. طيب منتخب مصر مباراته مع الكاميرون، مش هقول لك توقعاتك طبعا، كلنا بنتمنى المكسب والتاهل، لكن الناس خايفه من حاجتين، مساحات الكورونا والتحكيم. وانا تحديدا عايز اكد مساحات الكورونا يا جماعه الموضوع لا مفيش قلق فيه، التحكيم انا قلقان. كلموا بقى الناس المسؤولين يعملوا دور زي اللي فريقنا بمو صلاح من ثالث مباراه، وانا عارف انا بقول لكم ايه، بدا يشتغل على ما هو مصر وما هو التجمع وما هو احتراف كمان. والوطنيه برضه تحتاج احتراف على فكره، مش الانديه بس. وبالتالي صوتهم وصل كلاعبين لمديرهم الفني، ظبطوا الاداء، وبالتالي اللي عملوه امبارح مع هذا النضاي لو لم يفعلوه بحرفيه وايدك ورا ظهرك لكان قد زاد في جرعه الضغط على منتخب. يا راجل ده طبطب على لعيب مغربي بعد ما الشوط الثاني خلص وهو معدي من جنب، انا مستغربه الحقيقه. وبرده شكرا يعني للمهندس هاني انه ما قالش ده ما ينفعش على الترابيزه جوه، ده حتى لو مش مصر، لو بلد ثانيه امنع حتى حكمك من الشبهه، حكمك انت كاتحاد افريقي، ده البلد دي هتلعب بلده، ازاي يعني؟ ازاي تيجي ازاي؟ وفي ماتشات ثانيه يعني مش اخر ماتش، مش هو اخر ماتش، اديله ماتش بلده مش هتلعب السنغال يا اخي مثلا يعني. وبالتالي النهارده وبكره لازم السيد جمال علام ينتبه ويؤكد اننا نريد حكم يضمن لنا عداله. صحيح. احنا والكاميرون، نحن صحيح. لا نريد للكاميرون الا كل ما هو خير كمان، ما يقدمهاش ان مصر صح. خايفه او قلقانه من الكاميرون، لا. طيب. هو عايز عداله تليق بافريقيا يا محمد سعيد. طيب استاذ اوسي كلمه سريعه. انت لما انت تبقى قلقان من التحكيم سعيد احنا نقلق اكتر. ليه بقول كده؟ لان الاستاذ محمد سعيد قريب من دائره صنع القرار في الاتحاد الافريقي، وانا الحقيقه قلق من التحكيم بشكل كبير جدا. فكرتنا طبعا. ولابد ان الاتحاد المصري لكره القدم يتحرك، المهندس هاني ابو ريده يتحرك بمنتهى القوه لعمل للتاكيد. يا جماعه احنا فعلا مش عايزين غير حكم العدالة يعطينا حقنا يعني. الحقيقه ده لازم يبقى كلام ينشر يعني، يوزعوه بطريقه او باخرى انه نعمل في ذلك. تمام استاذ عصام شلتوت، نورتنا وشرفتنا وسعيد دايما بالحوار معاك، وان شاء الله تكون تغطيه موفقه وبدايه موفقه للبعثه مع خلاص التحرك الطائره الى ابو ظبي. العاده متالق ابو الله فارس يعني، الله يخليك وموفق دايما، وانت موجود مع الناس بصيغه مش بس مقدم البرامج ولا الاعلامي، الناس بتحبك لمصداقيتك. الحمد لله. انا سعيد اني معاك، شهاده اعتز بيها، ما بشوفوش الا هنا. استاذ اوسي بشكرك، نورتنا وشرفتنا. شكرا جزيلا، واتشرفت بالتواجد معاكم، وان شاء الله يعني نكون موجودين لما الاهلي يرجع ويكون قدم صوره جميله ومشرفه لمصر بغض النظر عن باذن الله. الى هنا نصل لختام التغطيه، ولكن هنا بس كده في التغطيه الخاصه، لكن على مدار اليوم التغطيه مستمره. بعثه الاهلي ان شاء الله هتتحرك خلاص بعد دقائق قليله الى ابو ظبي لاستعدادا لخوض منافسات كاس العالم للانديه. رحله موفقه يا رب ان شاء الله لبعثه الاهلي، وتكون مشاركه مميزه افضل من كمان مشاركه العام الماضي، يكون في ميداليه اكتر من الميداليه البرونزيه، فضيه، ذهبيه. ان شاء الله عندنا امل كبير الاهلي يعمل يعني نتيجه كبيره جدا في هذه البطوله، لكن ما تروحوش في اي حته، التغطيه مستمره على شاشه قناه الاهلي ابتداء من النهارده وحتى منتصف الليل وخلال الايام القادمه لمتابعه اخبار البعثه ووصول البعثه ان شاء الله، وكل الاخبار الخاصه بكواليس بعثه النادي الاهلي في ابو ظبي. في الختام بشكركم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله ان شاء الله نلتقي على خير في تغطيه وفي حلقات اخرى قادمه، وباذن الله يكون فيها نتائج ايجابيه، ولعل وعسى يكون في ميدالية وفرحة زي ما منتخبنا إن شاء الله يفرحنا في كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون. شكرا وإلى اللقاء.